طيب معلش نعتذر عن الـ عن الـ الخطأ التقني، والبث انفصل فجأة من الفيسبوك فنرجع لكم ثاني. طيب بعد ما تعرفنا سريعا لعزقة ورشا انا بس وكده. هقوم اشير الايفنت هنا ده عشان الناس تكون شايفينه. اوكي طيب سريعا كده يا جماعة، نحن الليلة في بمناسبة يوم المرأة العالمي، فنستضيف نساء سودانيات، نساء على دروب النجاح من وزارة البنية التحتية والنقل، الأستاذ عبد الفيصل عبد الله المدير التنفيذي للوزارة، بعدين عندنا رشا أحمد شاموك هي سكرتيرة الوزير، وأهل الخير. تعرف عليهم سريع جدا. طيب حصل، نحن بنرجع ثاني لعزجد. يعني عزجد أنت ذكرتي سريع إنه الوزارة اتفصلت، يعني زمان كانت وزارة البنية التحتية والنقل وأسرع بقت وزارتين، فبس معلش ممكن تاني الحتة دي شوية تشرحها لنا؟ جدا يا دكتور، هي طبعا زي ما ذكرت لك في التكوين الأول بتاع الحكومة كان عدد الحقائب الوزارية محددة، وكانت الوزارة تسمى بوزارة البنى التحتية والنقل على المستوى الاتحادي. نعم الآن مع الحقائب الوزارية الجديدة تم استحداث وزارتين، هي وزارة النقل انفصلت بمهامها، ووزارة أخرى هي وزارة التنمية العمرانية والطرق، دي وزارة أخرى. فده الفصل اللي حصل بيناتهم في المهام والاختصاصات والوحدات التابعة لهم. طيب الاسئله على الاصطناف، انه انتم كنتم ثلاثه رشا وهلا كنتم في وزاره البنيه التحتيه والنقل، هسه مشيتوا لوزاره النقل ولا مشيتوا للبناء للبنى التحت، قصدك التنمية العمرانية. التنميه العمرانيه؟ نعم هو الحقيقة إنه الآن لأنه السيناريو بتاع الفصل ده يعني قبل كده أكثر من مرة حصل، فعادة الهيد كوارتر الرئيسي بيكون هو تابع لوزارة النقل، وبتنتقل الوزارة المستحدثة لوزارة أخرى. فالآن نحن إذا كنت أنا أو هلا استنى، نحن مواصلين في الوزارة، يمكن أستاذة رشا هي الوحيدة الوظيفة انتهت، لأن وظيفتها بتتعلق بوظيفة الوزير، ويمكن طريقة توظيف رشا نفسها كان عندها ظروفها الخاصة، يعني لأول مرة على مستوى الخدمة المدنية في السودان، اللي هي في حاجة تسمى بالوظائف الخاصة للوزراء. في الوقت ده كان السيد المهندس هاشم بن عوف هو وزير الدولة، أتى كوزير الدولة، فعنده وظائف خاصة هي تعرف بثلاثة تقريبا، ثلاثة وظائف نعم اللي هو يحق له إنه يعين مدير مكتب، ويعين سكرتير خاص، ويعين سائق. ويمكن ده كان أول إيفنت لو الناس كان تابعتنا في الفترة ذاك، إحنا تقريبا لأول مرة في الخدمة المدنية يتم عرض وظائف شخصية لبابليك ريكروتمنت، لإعلان بتاع وظائف. فيمكن رشا دخلت عبر معاينات اتوضعت عبر طنل متخصصة لتكوين الكابينت بتاع السيد الوزير للوظائف الخاصة، نعم عشان كده وظيفته انتهت بانتهاء الوزير. نعم يعطيك العافية، شكرا جزيلا. الله يحفظك. نمشي لرشا. طيب يا رشا نبدأ معاك من حيث انتهت عزقت. ايوه انا طبعا اصعب حاجة الجوب انترفيوز او الجوب بروسيس، يعني زول يقدم لي شغل والمقابلة الشخصية وكده. انا عايزك تديني، مع انه دي حاجة انا قريتها طبعا، كنت متابع صفحة الباشمهندس هشام بن عوف في لينكدين، فكان يعني لما عرض الجوبز دي انا كنت شفتها يعني. طيب انت لما شفتيها البروسيس كانت كيف؟ يعني كانت ستريت فورورد؟ كان في حسيت انه والله يا اخي مايلين للرجال اكثر من النساء، ولا كان شنو يعني بالضبط كده؟ أنا كان بالنسبة لي أول مرة يعني أقدم ثرو لينكدين. عادة بتجيني الجوب أوفرز، بتجيني يا بتجيني شخصيا يا بتجيني ثرو الأبليكيشنز حقت الموجودة في الإنترنت حقت، لكن ما لينكدين تحديدا. فلقيت الجوب ده في لينكدين، في ناس بعرفهم يعني شكروا لي الخطوة دي، يعني مع ان انا عمري ما اشتغلت في حكومة قبل كده، يعني كنت في البرايفت سيكتور الفترة كلها، يعني فترة شغلي كلها. سو قمت قدمت، وبعد فترة اتصلوا علي
انه انت استاذه رشا شامود، اهلا، مطلوب حضورك ل انك تعملي انترفيو للوظيفه اللي انت كنت قدمتي لها في وزاره البنى التحتيه والنقل. تمام، يا مرحبا. اغرب حاجه كان الانترفيو يوم الجمعه العصر، فانا كنت مستغربه تماما انه الناس دي اللي انا ماشي اشتغل معاهم دين بيشتغلوا يوم الجمعه، كيف دي ما بدايه مريحه؟ بس لكن بعد ذاك لقيت انه بنشتغل جمعه والسبت وبالليل وبالصباح، وفي رمضان عادي بنعمل ميتينجز الساعه 3 صباحا. ف يعني كانت تجربه فريده الصراحه لله. لما مشيت عملت الانترفيو، بالعكس كان الجو فريندلي جدا، كانوا ناس يعني هم 4 أشخاص اللي كانوا عملوا معي الانترفيو، سيدتين ورجلين. واحد من الناس كان سعادة الوزير هاشم نعوف في الانترفيو. بعد ذاك عرفت يعني بعد ما خلصت الانترفيو عرفت انه واحده من الكابينت الاول، البانل اقصد اللي كان حيعمل الانترفيو معي، مهندسه صاحبتي، وبسبب انه هي صاحبتي اعتذرت عن انها تعمل الانترفيو، وكان مفروض بدلها كان مفروض يكون يعني جاب حلها البشمهندس هاشم العوف. فكانت تجربة غريبة بالنسبة لي، يعني كل القصة إنه أنا حاجة أشتغل في حكومة، إنه أنا حاجة أشتغل مع وزير، إنه كل الحاجات دي كلها اتلمت مع بعض. فأنا كنت واخدة لي فترة بتاع الدهشة كده يعني لحد ما استوعبت الحاصل. طيب كويس، نحن هنخليك انك بديت الشغل، نمشي لناس السوشيال ميديا. يعني هلا، يعني التواصل والسوشيال ميديا، يعني دي حاجه بالمناسبه حاجه ما سهله، يعني هسه احنا ذات الامور السوشيال ميديا ما كان لمينا فيكم، يعني العقبات شنو اللي بتلاقيكم في الشغل بتاع السوشيال ميديا في شغل زي وزاره، يعني ومع راجل ما شاء الله فيري ديناميك زي باشمهندس هشام النعوف؟ طيب السوشيال ميديا عموما ريسنتلي بقت هي حاجه حساسه جدا، مهمه جدا، خصوصا في فتره بتاعت حكومه احنا جبناها عشان تكون شفافه، عشان نقدر نكون متابعين، نوجه ونقيم يعني الشغل كجمهور، يعني ما كزول من جوا. فانا كده من وراء السوشيال ميديا الحاجه العقبة او هي تحدي، ما ممكن نقول تحدي مع عقبات، انه الايقاع بتاع انه احنا محتاجين نعمل فولو اب لكل حاجه تحصل. يعني المعبر اتقفل، احنا لازم نكون احنا مجهزين حاجه، او نتفاجئ بالمعبر اتقفل ويتفتح في نفس اللحظه، لازم احنا نكون مجهزين حاجه كمثال، وفي نفس الوقت انه نقدر نرد على اسئله الناس الكثيره، ونوزع انه ده سؤال لازم يترد عليه بالطريقه الفلانيه، ده سؤال ممكن يكون حساس يثير نقاش في مواضيع تانية ممكن تكون إحنا ما مفروض نتطرق لها في الفترة الحالية وكده. فكان دي الحاجة، التحدي بتاع الميديا إنه شنو يتكتب وشنو ما يتكتب، وفي نفس الثقة تحت الكلام، لا الكلمة دي ممكن تتفهم بطريقة تانية، الكلمة دي يعني إحنا عشان نكتب بوست حقيقي حقيقي بنتعب شديد، نكتب درافت يترسل لل هاشم ابن عوف مثلا او للمسؤول، نقعد لا الكلمه دي ما المفروض تتعمل، الكلمه دي الناس حتقوم تفهمها غلط، فانتقاء الكلمات فكده دي 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 دي, دي مشكله حقيقيه. وانه شنو اللي حيتفهم بيها؟ صح، مثلا البيوتات حقت مين، انه طيب ينزل اعتذار بيعطوا الصيغه، في نفس الوقت نكون احنا قريبين لقلوب الناس، يعني احنا التون حقتنا تكون محايدة وفي نفس الوقت رسمية حقيقية، يعني تكون فيها حقائق. فدي التحديات، عشان يعني انتوا كأنكم ماشيين في حقل بتاع الغام، يعني صح؟
بالظبط شغل كده. شغل بتاع السوشيال ميديا. اوكي طيب، ايوه بالظبط نرجع كده. نعم نرجع للاستاذ عزجد. يا عزجد، طبعا يعني معروف انك انت شغاله في مكتب وسكرت، شغاله مديره تنفيذيه لوزاره، كانت وزاره ما سهله يعني، وستيل يعني انت انتقلتي لشغل ثاني. طيب التعامل كيف بتاع من داخل الوزارات؟ احنا بنشوف يعني مثلا التعامل بتاع المراه والرجل في المواقع العاديه يعني، لكن من داخل الوزارات يعني دايرين انك انت تعكسي لنا الحاجه دي، هل هي الجو يعني مشجع للمراه السودانيه ان هي تمشي تتبوأ مناصب لدرجه انها تكون مثلا وزيره او تكون مديره تنفيذيه في وزاره؟ خلينا نبدأ من يعني من أكبر من كده. المرأة السودانية في مقدورها أنها تكون رئيسة وزراء، يعني ما الموضوع ما عنده علاقة بال إذا كان إحنا عندنا أهم المهن اللي بتتكز عليها يعني التعليم، هي يعني النسبة الغالبية فيها هي من النساء، نعم فإمكانية النساء من تبوؤهم للمناصب دي حاجة ما يعني ما أفتكر المفروض تكون كويشنبل. يعني أنا بالنسبة لي شخصيا ما دي ما حاجة يعني سؤال بقدر أسأله لنفسي. بفتكر النساء السودانيات عندهم القدرة الكاملة، النساء السودانيات يعني على امتداد الوطن في مناطق كثيرة جدا يعني بيعملوا أعمال تماثل أعمال الرجال وأكثر، يعني ده ما تقليل ديفينتلي أكيد، يعني طبعا ربنا سبحانه وتعالى خلق كل زول بطبيعته بالحياة اللي بيقدر عليها، لكن الفكرة في إنه زول يقدر يعرف مقدراته بطريقة صحيحة ويقبل التحدي بينه وبين نفسه، يعني انه يقدر يعمل العمل المراد به الاول هو حاب يعمله اذا كان في الدوله اذا كانت مناصب تنفيذيه او كذا. شخصيا بالنسبه لي تجربتي انا كنت لاول مره امسك منصب تنفيذي، يعني كزول الباك جراوند بتاعي انجينيرنج ومعظم الخبره بتاعتي خبره تكنيكال، فتكليفي في الوزاره بعمل تنفيذي كان واكبر تحدي انا واجهت به نفسي، انه كنت بفتكر انه انا ما حقدر امسك عمل تنفيذي لانه خبرتي كلها خبره فنيه تكنيكال، وطلع انه لا، يعني المقدره موجوده الحماس موجود ما دام الزول عنده الطموح وهو خاتي انه عنده ستاندر محدد في العمل داري يأديه. ما كنت حاسه، ما كنت بحس بالفروقات الماب، يعني ما بحس انه في فروقات بين التعامل بين الرجل والمراه، يمكن بس التعامل انك بتتعامل مع ناس البيئات بتاعتها مختلفة، ودي حاجة محترمة تماما. انت لازم تكون قادر تفهم انت بتتكلم مع منو والبيئة اللي هو جاي منها، تحترم الحاجة دي، يعني ما تستنكر مثلا انه زول ممكن يجي يستنكر وجودك كامرأة في منصب تنفيذي، ما تستنكر الحاجة دي، تتعامل معها باحترام. نحن يمكن كان النموذج الأساسي عندنا في المكتب انه اي شخص يصل المكتب من حقه ان يتم التعامل معه بمستوى واحد، من بدايه انك تستقبله كيف تديه المعلومه، حتى لو انت الحاجه ما بتتعلق بك ما بتتعلق بالوزاره، تو هيلب الشخص الجايك عشان يقدر يمشي للوجهه الصحيحه، لانك انت هنا بتمثل دوله ما بتمثل نفسك. فدي كانت واحده من البرنسبلز الرئيسيه، يمكن دي فتحت لنا ابواب كثيرة جدا يعني جميلة، وخلتني احنا ذاتنا ك ك ك كموظفات في المكتب التنفيذي نكتسب خبرة في التعامل مع أطياف المجتمع المختلفة، والأغلبهم كانوا من الرجال بصورة أساسية. نعم يعني إجابة مفعمة ما شاء الله، يعني شكرا جزيلا، يعني حاجة كده جميلة. طيب نرجع لرشا. رشا، انا حسب التحليل بتاعي انك انت نجحتي كويس في المنصب بتاعي. طيب انا عايز اشوف انه اسباب النجاح شنو، اول حاجات اللي خلاتك انت تنجحي، يعني من بدايه الانترفيو اي كان يوم جمعه وكان حاجه بالنسبه لك يعني ما حاجه طبيعيه وكذا، واكيد يعني زول في السودان بيقولوا تشتغل يوم الجمعه يعني شويه كذا بلاوز من الموضوع ده، الحاجات اللي خلتك تنجحي شنو؟ أهم حاجة أنا بالنسبة لي كانت الـ work environment، البيئة حقت العمل كانت بيئة بقدر ما هي فيها تحدي كبير جدا، لكن كانوا الناس كلهم على قلب رجل واحد، الناس بالنسبة لها كلها إنه الشغل مفروض ينجز وينجز بالطريقة الصح وينجز بأسرع ما يمكن، ما في داعي نعطل الشغل، ما في داعي حاجة تتعطل يعني بدون سبب.
بدل ممكن ننجز الحاجة هسي ننجزها immediately. فما كان يعني كل الناس يعني كلنا كنا في المستوى ده من ال وما في زول بيتعطل بسبب انه يعني زي ما قالت عسجد، يعني الزول لما يجينا ما بيتعطل عشان مثلا فلان ما فيش، كل الناس بتشتغل كل الحاجات، يعني حتى سعادة الوزير هاشم نعوزات، ولما نكون في أيام عادي بنكون مضغوطين بالضغط بتاعت إنه في خطابات كثيرة جدا المفروض تطلع، هو ذاته بيقعد يطبع معانا زي يعني. بس المهم بالنسبة لنا we need to get this done، كل الحاجات لازم تتعامل في وقتها بأسرع ما يمكن بالطريقة اللي احنا متفقين عليها، في كل فترة وفترة بنتفق وبنعيد الاتفاق على إنه الشكل العام المفروض يكون عامل كيف. ده كله لولا حقيقة لولا وجود عسجد ما أظن كان حيحصل بالروعة دي يعني بالجمال ده. يعني عسجد لها يعني الكورف زي ما بيقولوا الأساسي في الموضوع ده، إن هي زولة طموحة وعايزة تعمل الحاجة الصح وتعملها بيرفكت. صحيح في لحظات بنكون بنقرب نشاكل وناكل بعض، لكن معلش يا بنات بسيح لكم. لكن حقيقة يعني كده الموضوع كان بالجمال وبالتحدي ده يعني كان، وحقيقة ما كأنه كنا بنعمل فيه شيء بعد ده. يعني الزول بيرجع البيت متحمس لأنه بكرة بتين حيجي عشان نجي الشغل. يديك العافية. طبعا هنرجع بعد شوية نزل عسجد عن الشكل ومحيط الشعر والحاجات دي وكده. هنا يعني هلا مديرة التواصل، يعني نرجع تاني. احنا طبعا بنردمكم ردم ما عادي، يعني ما تتخيل انه السوشيال ميديا بتردم الحكومة الانتقالية وانت جزء منها ردم ما عادي. انتوا بتتعاملوا مع الحاجة دي كيف؟ والله يا أخي على حسب شكل الردم، يعني ردم موضوعي احنا بنحاول نرد له أو نحاول نشتغل بحلول أو نطلع بأكشن قرارات إنجازات نرد له عن طريق شغلنا، ما فاير فايتنج. يعني بنحاول دائما إنه يكون ردنا بصورة مختلفة، لكن بعض مرات في ردم يعني بيكون ما موضوعي خالص، يعني ما عنده معنى، فبس ده بنطنش. طيب انتوا السعوديين في السوشيال ميديا، طبعا احنا كاسف في السودان يعني عندنا مشكله كبيره جدا، مشكله الانترنت. فيعني تخلي مشكله الانترنت دي انتوا في الوزاره، ممكن الوزاره لان جهه حكوميه وكده وسياديه ممكن ما تعانوا منها، لكن الناس اللي بيتعاملوا معاكم لا 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 لا. اول حاجه في حاجه توضيح، احنا كاداره كجهه حكوميه نتنا قاطع 24 ساعه عديل كده تعرف، يعني بنصرف ما نحن عندنا حاجة عايزين ننزلها صح؟ أيوة دي عقبة أو طيب تحدي. يعني أرسل أسي قبل شوية أشوف إن إحنا تنشلنا كيف. أنا عندنا بس فجأة البث في الفيسبوك طفى يعني أو وقف لسبب ما، يعني أنا تنشلت جدا يعني لأنه ما حصلت معي من شهرين، احنا من شهر 9 بادين البرنامج ده ما حصلت معانا. انتوا في يوميا الكهرباء قاطعه يوميا، بس قبل شويه يا بنات الكهرباء جات، اي أيوة والله جات قبل شويه وكده. الحاجه دي يعني دي بيج تشالنج، انتوا بتقدروا يعني تتعاملوا معاه كيف يعني؟ لانه شايفين يعني سوري قبل والله يعني نلقى ما شاء الله الوزير طوالي في تويتر، الوزير طوالي في لينكدين، وطبعا اكيد انتوا جزء من الحاجه دي. المعاناه دي انتوا بتحلوها كيف؟ غايته كشخصيا كزولة بتاعة كوميونيكيشن اللابتوب دي، وعندي alternative اللابتوب والتليفون، في واحد دائما ثابت شاحن ودائما منشط، يعني الواي فاي ما نهائي ما بيقطع، والتليفون بحاول انه يكون برضه ما بيقطع، لكن يعني دائما ممكن عادي تحصل حاجه انه يكون واحد فصل، انا بعيد من اللابتوب او اللابتوب في المكتب او كده، لكن يعني دائما بنحاول انه يكون في alternative عشان نتصدى لأي أي حاجة متوقعة، لأن في النهاية متوقعة كهرباء إنترنت كل حاجة متوقعة. طيب أوكي نرجع لعزجد. يا عزجد الإنترنت ما يعني أسي مصنف تبع البنى التحتية ولا النقل
وإن كنا إذا صنفناه في البنية التحتية تبعكم، إذا صنفناه مع النقل تبعكم. لا هسه حلت المشكلة، بقت في وزارة قائمة بالموضوع ده، وزارة الاتصالات وزارة الاتصالات الحول ده الرقمي في في الكابينت الجديد. أيوة طيب في الكابينت القديم، في الكابينت القديم كان في المركز القومي للمعلومات، كان يعني كان في أكثر من جسم، جزء منها تابع لمجلس الوزراء بصورة مباشرة. لكن يمكن يكون أنا ما متخصصة شوية في السكتر بتاع التليكوميونيكيشن، لكن هو كان في عدة أجسام، و في جزء منا افتكر برضو كان موجود مع وزارة الدفاع، وفي جزء موجود مع مجلس الوزراء، والآن اصبحت في وزارة في الكابينت الجديد هي وزارة الاتصالات. لكن بس انا كنت اعلق على تعليق رشا وكلام رشا وكلام هلا من بعدها. كويس تفضل. يعني اول حاجة شكرا يا رشا، يعني افتكر احنا الاساس اللي قمنا عليه في المكتب هو اساس التيم ورك يعني. فانا بس دايرة استعرض بصورة أساسية كده يعني شريط، يعني لمحة من إنه المكتب تكون كيف نفسه. نحن في البداية أول ما جينا كنا فقط أنا والبشمهندس هاشم ستاندينج ألون، وكان عشان نقدر يعني حتى الإعلان بتاع الوظائف اتكتب، يعني كتبه البشمهندس كتبته معاه، وده يعني طلع في اللينكد إن وكده. ففي الفترة الأولى النواة بتاعت السوشيال ميديا كانت مجموعة من الشباب المتطوعين، ولم يكن واحد منهم قاعد موجود في السودان، فمن هنا أنا بحييهم. هو مجموعة بتاعت شباب موجودين في قطر، يعني كانوا قمة الروعة، كل واحد فيهم مسك أكاونت محدد، الفيسبوك اللينكد إن التويتر، وجزء كبير جدا من الديتا، مش يعني لحد ما بقى عندنا زول زي هلا مسؤول عن الصفحات بصورة رسمية، وشكل شكل وحصل براندنج، يعني هلا أضافت شغل كبير جدا في البراندنج. لكن كان كل شغل الكوميونيكيشن الاول بيعمله الباشمهندس هاشم، انا بعمل اسيستنت اديتنج معاه، بعد ذاك بيطرح للجروب بتاع شباب متطوعين، حتى بعد ذاك بيقدروا بيعملوا له الستريتنج على الصفحات، وبيتابعوا الصفحات بصوره يوميه، وبيعملوا لنا فيدباك، بيرجعوا لنا كل الاسئله. الباشمهندس كان دائما بيتولى اللينكد ان والتويتر، وانا بتولى الفيسبوك، بنشوف نعمل اناليسز للاسئله، كل سؤال بنرسله للوحده المختصه، حتى لو كانت الوحده المختصه دي موجوده في ولايه من الولايات، بنتصل بالولايه بنقول لهم في سؤال عن الشارع المحدد او كده، بعد ذاك بنعمل فيدباك ثاني، وبنطرح بنديه للمجموعه، يقدروا يردوا على الناس اذا كانت زي ما قالت هلا في بوستات اخرى او في رسائل مباشره. وكانت الاستراتيجية الأساسية بالنسبة لنا إنه نرد على الناس بالشغل، ما نحن جينا عشان نشتغل، نحن ما عايزين ندي الناس كلام، عايزين نديهم بروف منه الحاجات ممكن تتعمل، والردم ذاته بنستحمله، ما في النهاية الردم مبدأه هنا العمل، مبدأه إنه الناس دايرة تشوف. إحنا بنتعامل مع إنه الناس لما تردمنا إنه ده تقييم، بنحاول نعايله بطريقة بوزيتيف، بنشوف نحن أخطأنا وين، المشكلة شكلها شو، بنحاول نعمل لها معاليات بصورة أساسية. فأنا بحيي الفريق الأول بتاع الكوميونيكيشن في الأخير انضمت لهم هلا. في المكتب التنفيذي قبلي أستاذة رشا كانت زميلتنا سهيبة، هي أول المنضمين من داخل الوزارة، هي موظفة داخل الوزارة، حصل لها نومينيشن، وهي من أوائل الناس اللي انضمت لنا في المكتب التنفيذي، ويعني شخص محب للتعلم بصورة كبيرة جدا، وفي التيم ورك، وما لقينا اي ريزيستنس، يعني بالعكس الناس كانت كلكم ينضم شخص للمكتب التنفيذي، لانه احنا شغالين بمبدا بتاع مبدا بالتشاركي بارتيسيبيشن، يعني بارتيسيبيشن على مستوى الوزير، زي ما قالت رشا باشمهندس هاشم ابن عوف في زنقه، ممكن هو يصمم اللوجو، ممكن هو اللي يكتب الخطاب، يعني تو هيلب اس ان ايفريثينج، ودائما بنتفاكر مع بعض بصوره سريعه. وبفتكر انه من اهم مقومات السرعه انه احنا كنا بنستخدم التكنولوجي بصوره اساسيه، الايميلز، الواتساب، الجوجل كاليندر، كلنا في تليفوننا في اكسس للايميلز بتاعتنا بصوره سريعه، بننبه بعض، ودايما برضو كنا شغالين اجايل مانجمنت بصوره اسبوعيه، احنا بنعمل ديفلوبمنت لطريقه العمل بتاعتنا في المكتب. نعم طيب، شكرا شكرا جزيلا، يعني ده توضيح يعني جميل جدا، وريتينا الشكل بتاع الـ يعني جزء من الشغل. انا برجع لرشا،
رشا، اول ما عينوك وبديت الشغل، اول مشكله واجهتك شنو؟ أول مشكلة أسجل خلاص طوالي عملت الوش بتاعك كانت مضحكة إنه كيف أكون حاسمة مع الناس اللي بيجوا طوالي بيدخلوا المكتب عشان يقابلوا سعادة الوزير، وإنه أنا كيف أكون حاسمة ولطيفة في نفس الوقت. يعني ما عايزة أعمل، ما عايزة أصدر الوش بتاع إنه أمشي وتعلينا بعد أسبوعين داك، وبجنبة تانية ما أي زول حيدخل عايز يتونس مع الوزير لأنه الوزير عنده شغل، يعني ما عنده سكة. ما أنسى موقف الله يرحمه باشمهندس إيهاب أوهاج الله يرحمه، الله. كان في وقتها مدير الهيئة القومية للطرق والجسور. أول يوم أو ثاني يوم بالكثير أنا جيت نزلت المكتب، جاء داخل فهو نظام شاف الزولة الجديدة دي، نظام الزولة دي أوكي دي اللي اختاروها، وأنا ركبت الوش بتاع نعم كيف ممكن أخدمك. هو امبارح كان هنا وامبارح كان هنا، أنا الجديدة في الموضوع فماسك لي يعني زمن طويل الله يرحمه ويحسن إليه. فبس بقيت إنه يعني المشكلة الأساسية بالنسبة لي إنه كانت كيف الزول يقدر يكون حاسس ولطيف في نفس الوقت، أو دبلوم يقدم الخدمة ببساطة، إنه كمان تدخل للوزير لأن الوزير أصلا ما حيكون فاضي بسبب أشغاله الكثيرة. يعني طيب يعني دي اكيد يعني بتدخلي مرات، لانه يعني شكلك من شكلك ما زول الصعبه كده، يعني قطيمه يعني، ده انا اللي ما بتاعي. فمنصب زي ده مرات انه الزول لازم الزول يكون قطيم يعني، لانه مرات في زول بيوصلك الحد يعني. فخلال والله شغلك يعني هما الحتة الفكرة إنه الناس اللي بتجي لمكتب الوزير بيكون في رهبة بتاعت إنه ده مكتب الوزير، فدي مخفف علي الشغل شوية. فعشان كده إنه الحتة بتاعت إنه القطامة دي شوية صعبة شوية، يعني إنه ما أنت في النهاية بتمثل جهة، يعني أنت واجهة لجهة معينة، ما بتقدر تكون يعني ما بتسمح لحاجات زي دي يعني تتحكم فيك مهما كان. يعني نعم بتحاول بقدر المستطاع انه توصل المعلومة المطلوبة او الناي بقدر المستطاع لحد ما الزول اللي قدامك يعني يقتنع بالبروسيس او كده عشان انه هو يقابل الوزير او هو يلقى مراده المطلوب يعني او عايزه. نعم يديك العافية. نرجع لي هلا السوشيال ميديا في الوزارة اللي شغالين بها لينكدين والفيسبوك وتويتر، يعني اكثر يعني تفاعل بيجيكم في شنو؟ بيجيكم في لينكدين ولا في تويتر ولا في الفيسبوك؟ طيب في السوشيال ميديا عندنا حتى في انستغرام وفي يوتيوب عندنا كل الاكونتس، لكن التفاعل الكثير الملحوظ جدا هو في الفيسبوك. يعني نفس البوست في نفس بينزل في كل المواقع، لكن في الفيسبوك بيكون فيه كمية كبيرة من التعاليق من البارتيسيبيشن الرياكشن كده. أعتقد ده بيرجع لأنه الفيسبوك هو الحساب بتاع الميديا السوداني، يعني في وجهة نظرنا، يعني في وجهة نظري انه الفيسبوك عشان بدا من زمان، كل الناس ابائنا وامهاتنا هم اللي عندهم الفيسبوك، هم اللي عملوا لنا احنا ذاتنا حساباتنا في الفيسبوك. فالفكرة كده ان احنا مرتبطين بالفيسبوك اكتر من باقي الميديا، او ما كلنا، يعني في شباب كمية حاليا مرتبطين شديد بالتويتر، يعني تويتر ده عنده الفانز حقينه. لينكدين بالذات في حساب الوزارة التفاعل فيه ما كتير خالص، يعني بسيط مقارنة بالحسابات التانية، لكن الفيسبوك هو المخد هو الطبيعي طبعا، هو لينكدين لانه الطبيعه بتاعت لينكدين اصلا هو شبكه احترافيه يعني، زول لو ما في زول، لكن طبعا الفيسبوك ممكن اي زول يكون عنده حساب يعني. طيب البوستات اللي بتنزل او المنشورات اللي بتنزل في لينكدين بتكتبيها انت ولا بيكتبها سعاده الوزير؟ والله يا اخي شوف، اول حاجه الميديا دي انا عندي تيم، يعني ما قاعده اقوم برايي، انا المديره بس.
البوستات اللي بتنزل في كل الحسابات من ما استلم بتكون تبقى الباش مهندس هاشم كونكاد معظمها انا بكتب انا وباخد الابروفل منه على حسب مثلا في حاجات بضطر انه يمكن بيجو هو لانه مثلا لعدم معرفتي بالموضوع المناقش او لحساسيه الحاجه نفسها فبكتبها بترسل بيحصل لها ابروفل منه بعدها بتنزل عن في الحسابات. نعم يعني الشغل بتاعكم كله تيم ويرك ما في زول بس بينزل كده بوستي من بمزاجه كده يمشي يحطه في يعني. لا ما الا 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 حاجه معينه البوستات حقت الاستراتيجيه او عن الوحدات حقت الوزاره لانه اصلا احنا الاستراتيجيه اتعملت عن طريق فريق متكامل وحصل عليها انه مناقشه ووافق عليها الوزير وافق عليها مجلس الوزراء تم عرضها في كامبين كامله يعني تم عرضها في كذا حته بس الاستراتيجيه دي انا بعمل بارافريز للبوستات او للمحتوى بتاع الاستراتيجيه وبينزل طوالي. لكن ما في بوست بينزل بدون ما يمر عليك انت او يكون يعني تشيكين كنترول بتاع البوستات وكده؟ لا لا اوكي تمام. طيب شكرا هيثم. انا شايفك اخونا هيثم الكاشف شايفك زي اللي عندك سؤال. والله انا سؤالي ده بالنسبه للطاقم كله بجد لانه انا بحكم ان انا موجود خارج السودان وحب للسودان انضميت لعدد من المبادرات بتاعت خبراء الخارج اللي هم هدفهم يخدم السودان. قدموا طروحات كثيره وحاولوا يقدموها للسودان. انا ذاتي كنت موجود في السودان بنحاول بنساعد الحكومه الانتقاليه لان هي تنجح لانه في النهايه هي جات بدماء شهداء ومعاناه شعب سوداني كامل لمده 30 سنه. عشان عملية البناء دي ما سهلة يعني احنا ما بننتظر الحكومة عشان نساعدها فنحن كان بنحاول نساعد فدخل لان نكون ملاحظين يعني بنحاول بنشوف نحن نبدأ من وين مع الحكومة يعني وزارة شغالة كويس عشان نحن نبدأ هناك عشان شنو نكسر الحاجز بتاع انه الحكومة بتتعامل معنا. فمن الحياة كانت ملاحظة انه وزارة البنية التحتية بقيادة باشمهندس هاشم العوف وبعدين حس جديد دل الطاقة والموجود معاه عرفنا أنه سبب نجاح كبير. لكن السؤال اللي هو كيف طاقم مكتب وزاري قدر يعني يعمل توازن وتلاقح ما بين شخصية الوزير ككفاءة أو كزور تقنقراط وموجود في حتة بتاعت خدمة مدنية. الخدمة المدنية للأسف نحن عارفين عاملين شكلها كيف فيها حتة بتاعت أنه هم اتعودوا على نمط معين على حياة معينة فهنا حتى نخش اداره التغيير ان هم يقبلوا التغيير كيف انه كده في نماذج كثيره يعني انا بعرف ناس وزراء اخرين ما حذكر اسامي برضو كانوا معانا ومشوا تولوا حقائب وزاريه وفي ناس من خلال شغلنا من خلال الاستشارات الاداريه برضو مشوا استلموا وزارات لكن ما حسينا التغيير ده. التغيير الوحيد اللي حصل لنا شفناه ملموس في وزاره البنيه التحتيه قدر انه يخترق الشباب والمجتمع السوداني يظهر انه هو شغال لحاجة. الحاجة الثانية شغله ذاته ملموس هو ظاهر. الحاجة ما حصلت مع الوزارات الثانية. فده سؤال للطاقم يعني انه كيف قدرتوا تشتغلوا على التغيير ده بحيث انكم تطوعوا وزارة كاملة. لاحظي كانت ثلاثة يعني كانت الاتصالات والنقل والتنمية العمرانية كانت ثلاثة في بعض وبعد ده كله كانت ماشية ما شاء الله على الصراط المستقيم. يعني كيف تعزل شنو النجاح ده يعني ده سؤال مهم بالنسبة لي يعني. طيب لو سمحت لي ابدا لكم. انا زول جاي من ان جي اوز يعني ما حصل اشتغلت في حته حكوميه. من اول يوم انا دخلت الوزاره انا جايه بفكره مختلفه من قبل ما اصل انا ماشي الحكومه. حصل فانا لما وصلت فروم انا تفاجأت جدا بانه الوزير عادي شديد عادي يعني انه بيتكلم معي تليفون وبيقول لي كيفك الحاصل وانا انا انا حرف انا بجد كنت متفاجئه من انه ما توقعته انه الوزير حيكون لكن بعد ذاك شال القلم وبيقعد يكتب في السبوره وجوده عسكر مثلا ورشه داخلين ف
كانوا عاديين، يعني انا كنت متفاجئه جدا. بعد ذلك التناقم اللي حصل في الوزاره، انا ممكن اقول انه حصل من تقبلنا لبعض كلنا، يعني وكلنا كنا شغالين كفريق، فريق حقيقي واحد. برضو حاجه من الحاجات اللي انا ممكن اشوفها لاني انا جايه من برا وجديده كده، يعني احكي لكم انه الناس بتفطر مع بعض، وبيفطر معانا الوزير احيانا كثيره. واكتشفت انه زمان كان يعني ثابت الفطور ده، بيكون كل زول عليه حاجه يجيب، باشمهندس شايل العيش واي زول يجيب افتح اللونش بوكس حقه ونقعد نفطر. فانا ما كنت متوقعه الحاجه دي. يعني اعتقد انه السبب الاساسي في التناقم اللي حصل وطريقه عرضه للجمهور كان هو الباشمهندس هاشم العفو، يعني حقيقي والله ده قدر يعني قدر. ده كلام جميل. يعني الواحد يعني يشوف صفات بتاعت ليدر شيب او صفات بتاعت غايد في وزير يعني، وده يتخلي ده السبب ذاته اللي خلاكم انتوا تنسجموا، والسبب اللي خلى انه الوزاره ذاتها تاخد الـ يعني السمعه الجميله دي. نرجع للمدير التنفيذي السيده عزقت. والله طبعا يا هيثم، يعني ده سؤال زي ما بيقولوا سؤال في الكورنر يعني، ومحنا بنتسأل له كتير. كويس انه هذا ترجمة جزء منه. يعني يمكن الاكسبيرينس اللي انا قدرت اشتغلها مع باشمهندس هاشم نعوف، يعني انا بفتكر انها هي كانت تيرن اوفر في حياتي انا كشخص برضو اشتغل في كابينت مزاري. هلا ادت صورة صحيحة تماما ومطابقة عن شخصية القائد الملهم، القائد البسيط اللي عنده هدف واضح، والهدف ده هو عارف عشان يصلوا ما هيعملوا براوه. لم تكن الأنا حاضرة في أي يوم إحنا كنا قاعدين في الوزارة، لم تكن حاضرة، كان التيم هو الحاضر. ال 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 وده يا هيثم يمكن يكون السبب الرئيسي إنه نحن قبل ما ندخل وزارة البنية التحتية أو نتوقع إنه ذاته يتم نومينيشن للبشمهندس هاشم، احنا كنا شغالين من شهر 4 في مبادره. وبدينا لما اعتصام كان شغال، احنا كنا بنفكر في انه لما تسقط هيحصل شنو، لانه لحد الوقت ده كان الشعار تسقط بس، ما كان في حاجه بعد تسقط بس. فاحنا بدينا قلنا يا جماعه لما تسقط بس هنعمل شنو، الحكومه الانتقاليه لازم يكون عندها برنامج واضح. فعشان كده كان عبر تجمع مهندسي عبر الخرطوم جات مبادره التنميه العمرانيه والنقل والبنيه التحتيه اللي اصبحت الان هي منظمة التنمية العمرانية. المبادرة دي نحن كنا جزء من خطة أولويات الحكومة الانتقالية، وأول إيفنت يتعمل بعد التوقيع بتاع الوثيقة الدستورية اللي هو كان بتاع المجالس الاستشارية، نحن من الثينك تانكس سوري قدمت ورقة عن إنه كيف نعمل خطة واستراتيجية وأولويات للحكومة في الفترة الانتقالية. فيمكن السنس بتاع التيم ورك ده، لانه احنا اوريدي من البدايه بدينا به في شغل بتاع مبادره، وكان في السنس التشاركي. ولما تم اختيار البشمهندس هاشم ممنوع، انا بشمهندس هاشم ممنوع ما كنت بعرفه، مع انه نحن الاثنين من خريجين نفس الكليه، لكن يعني لم نلتقي في الجامعه، التقينا في المبادره. وانا كنت مسؤوله عن الاعمال في مكتب السودان. نفس السنس الموجود في المبادره والتيم ورك هو ده نفس الإحساس البشمهندس هاشم قاد به المبادرة ويقاد به المكتب التنفيذي في الوزارة، من تكوين التيم، من إنه يكون عندنا أهداف واضحة، الموتيفيشن. البشمهندس هاشم لا يقبل الفشل وما عنده الحاجة ما ممكن تتعمل، ودي حاجة علمنا لها إنه سينس كان بيضن ما في حاجة، لا يعني لازم تفكر إن الحاجة تتعمل كيف. ولما كنا نتوتر ونحس إنه الحياة ضايقتنا، كان عنده حركة أساسية بيعملها لنا اللي هي فوكس. فبيجي بيقول لنا يعني زيحوا الحاجات and just focus. فبيكون خاتين أهداف محددة إحنا عايزين نوصل لها، بنقيم نفسنا بصورة مستمرة. المبدأ الأساسي مبدأ تشاركي ومبدأ بتاع احترام للجميع. البشمهندس لا يتخذ قرار في المكتب من غير المشاورة. يعني ببساطة احنا كنا نتمنى بقيه المكتب التنفيذي يكون جزء كبير منهم معانا، لكن منهم اليوم التحيه من هنا كلهم. يعني احنا عندنا برضو من اصغر الاستاف الموجوده معانا في المكتب مهندسه مهندسه اتصالات اسمها ريان. ريان دي انا ممكن اقول انها اجزم انها من اصغر الناس اللي اشتغلت الشغل بتاع متابعه لمكتب وزير.
ريان وبشمهندس عمار وفي بشمهندس المثنى. فلما كان يشتغل الكورسبوندنسز المكاتبات، انا بكون معلقه على المكاتبات وبتوصيه، بقرا الحاجه وبحللها وبعمل توصيه وكذا. ما بنشتغل، ما بيشتغل البشمهندس الكورسبوندنسز براو، بيشتغل في جروب ما اقل من 3 اشخاص، ان كونسلتنج ايفري ون في انه الحاجه دي كده. بنرجع للاداره المختصه، للوحده المختصه، لحد ما نصل لاتخاذ القرار الصحيح. فافتكر انه النهج التشاركي هو ده كان الحاجه الاساسيه والموتيفيشن، وانه الناس عندها اهداف واضحه جدا جدا، وانه الناس شفافه وعمليه وبتتعامل بطريقه مؤسسيه. ودي طبعا الثلاثه قيم الرئيسيه نحن استندنا عليها في الاستراتيجيه تحديدا. الله يديك العافيه، ده كلام جميل، يعني العمل الجماعي والشفافيه. وطيب رشا، عايزين انت تضيف لنا للحاجه دي، يعني السبب بتاع انه اول اجابه على سؤال هيثم. ما شاء الله الشباب ما قصروا واسجدوا هلا. يعني هلا اوريدي كانت جات لقت التيم اتبنى خلاص تقريبا، لكن قبل كده انا يمكن رابع زول انضم للتيم ده. انا تعبيري المناسب اللي بحس به وانه بيعبر بجد عن حالتنا كان احنا تعبيرينهم. الاول انه احنا كنا زي بننحت في صخر باظافرنا. النحت ده كان عباره عن حاجه ما سهله يعني، وانت بتكون مصر انك تصل الحته الثانيه. الحاجه التعبير الثاني انه يعني بقدر ما انه احنا كنا جاهزين لانه احنا نستقبل زول جديد، بنتفاجئ بانه زول الجديد بيشبهنا جدا، يعني ما ما ما, ما زول غريب، يعني بكل السهوله والبساطه بينضم للفريق وخلاص طوالي بيلقى روحه انه هو ممكن يؤدي شنو، ممكن يعمل شنو. في سحر، في سهيبه واماني وريان وفايزة وسناء، الله يديهم العافية، كلهم كل زول شخصيته براها، كل زول بيبدع براه، وكل زول لاقي مكان ولاقي روحه، يعني ما بيحس بروحه غريب. فطبعا لا يعني ما بيمنع الكمية من الخستك، ما بنقدر نظاهرها دائما يعني. فأنا طبعا طوالي بفضح الناس وبقول إن كنا بنخستك وبنعمل الحاجات ما بيتفقوا عليها، ما بيقولوها الناس في الببليك، لكن كنا بنخستك وبنقول النكت وبننهار وبنبكي وكله بيحصل، كله بيحصل، لكن في النهاية بننجز شغلنا. بس ده كله اللي بيكون مطلوب، يعني كل اللي بنوصل له. طيب انا تقول كنت شفت النوت بتاعي، لان دائما لما نزول يكون حسيت الطياره دي لما تكون عامله كونكشن في حته ناس بيداروا يركبوا، الناس اللي بيكونوا في الطياره دي بيحسوا انه شنو الزول الجديد، جماعه كلهم غرباء، لكن بس ان هم كانوا مع بعض في الرحله، لما وصلت محطه ما بيقبلوا الزول الجديد، حتى لما يكون الباص السفري، يعني هم في النهايه كلهم غرباء، لكن احساس ان هم مشوا مشوار مع بعض فجاه جاهم زول جديد. فهذا جاوبت على السؤال بتاع الله يعطيكم العافيه. طبعا الناس المتابعين يا جماعه في الفيسبوك، نحن الليله في حلقه خاصه من نساء على دروب النجاح مع سيدات من وزاره البنى التحتيه والنقل سابقا. الوزاره طبعا القسم التوسع، وفهمنا الحاجه دي منهم بالتفصيل. طيب دكتور انور تفضل. دكتور انور رفع الله. طيب قبل ما دكتور انور يخش علينا، يعني انتوا يعني ايوه نعم نعم تفضل يا دكتور. اشكرك جزيلا والله، مستمتع جدا، طبعا مستمتع جدا، وبسمع يعني في التيم ورك سبيريت، انه الشابات يعني انسجموا وعملوا. واكثر حاجه انا لاحظت لها كانت جميله في انه اي زول بيجي جديد ما بحس انه اوتسايدر، لكن باقي لي انكم كلكم كنتوا تبع مبادره مهندسي جامعه الخرطوم، مش كده؟ صححوني لو غلطان. لا غير صحيح يا دكتور. اوكي تمام، يعني انا قصدي انكم
هو قال عندكم لو اديت لي عندنا اتفضلي different اتفضلي participants، في different participants في المكتب التنفيذي. لو الناس تابعت الوثيقة تحت التسليم والتسلم يمكن فيها راكد لنفسه لشكل المكتب. في مجلس استشاري، واللي هو ده بيتكون من اختصاصات مختلفة لعدد من الأساتذة والأكاديميين وذوي الخبرة في المجالات المضاد بها مهام الوزارة. بعدها في حاجة اسمها الكور تيم، هم ديل كلهم تكنيكال اكسبرتس موجودين في الوزارة، وديل يمكن يكونوا تكنيكال كور اللي بيساعدوا الوزير بصورة أساسية. وبعدك منهم في المكتب التنفيذي، اللي هو ده بيحاول إنه يسهل يعمل فاسيليتيشن وسبورت لكل القرارات التنفيذية والكورسبوندنسيز والمتابعات والتقارير بما فيها الكوميونيكيشن للمكتب. فدي ثلاثة حراكة الموجودة. المكتب التنفيذي ممكن نقول بنسبة بتاعت أكثر من 50% منه موظفين حكوميين. يعني مثلا المكتب المسؤول اللي بسموه المكتب السري والمسؤول من المكاتبات، عندنا دكتورة أماني عراكي، هي يعني موظفة موجودة في حتى إنها في درجة عالية في الوزارة، وعيد رحمة للدكتوراه، وكانت هي المسؤولة عن التقارير والمتابعة للوزارة على مستوى مكتب الوزير والتقارير الخاصة. هي موظفة بالوزارة. عندنا أستاذة فايزة، هي برضو موظفة قديمة جدا في المكتب التنفيذي وقديرة، يمكن مروا عليها عدد يعني عتيم من الوزراء هي في المكتب التنفيذي. عندنا أستاذة سهيبة، هي برضو من الوزارة. عندنا باشمهندس عمار من وحدة من وحدات الوزارة، هي الهيئة القومية للطرق والجسور، ده في مكتب المتابعة، مدير مكتب المتابعة. عندنا باشمهندس المثنى برضو من الهيئة القومية للطرق والجسور، مكتب المتابعة. عندنا باشمهندس ريان من وحدة النقل البري، برضو هي وحدة تابعة للوزارة. وأنا عز فيصل، برضو موظفة حكومية لكن منتدبة من الولاية عشان أساعد في المكتب التنفيذي، أو أنا كنت جيت كتكنيكال أدفايزر في الكور تيم وبعدها كلفت بالمكتب التنفيذي. فلو عاينت أكثر من 50%، أنا بتكلم عن 7 فقط الموظفين الغير الممكن نقول عليهم غير حكوميين بصورة ثابتة، هم رشا وسحر وهلا، وديل ما كلهم جايين من الباكجراوند بتاع التجمع المهندسين عطوا خرطوم. حتى على مستوى الخبراء وعلى مستوى المستشارين لا، يعني دي الحاجات دي كان بتتم عبر بانيلز محددة بمواصفات محددة، وفي نفس الوقت بيتم المشاورة مع كل المختصين في السكتر، زي إذا كان السكتر البري، النهري، السكة حديد. بنرجع بنشوف كل الداتابيز للناس الموجودين كخبراء، لأنه يمكن الفترة بتاعت الثورة فجرت كمية كبيرة من الثينك تانكس ومن المبادرات من ذوي الخبرات القديمة ومن ذوي الخبرات الحديثة والخارج خارج السودان، ودي بقت أصبحت لنا كداتابيز. يديك العافية. ممتاز جدا جدا. طيب انا الان داير انقل النقاش شويه من خارج الى خارج وزاره البنى التحتيه، اللي هي في النهايه وزاره كانت من 21 وزاره قبل ما تكون الكابينت الجديده. هل بتفتكر انه الروح الجميله بتاعت الانجاز والتناغم والعنايه موجوده في بقيه الوزارات؟ وهل انتوا عندكم تواصل؟ يعني انا عارفكم مشغولين جدا، ما بكون عندكم زمن ذاته انكم تتواصلوا مع زول ثاني، لكن عامه الجو العام هل هو مريح للمرأة في العمل في الوزارات؟ احنا شفنا كان وزيرة الخارجية ولأول مرة تقلد المرأة يعني وزارة الخارجية، وشفنا رئيس القضاء، وشفنا وزيرة التنمية الاجتماعية، ديل كان في التشكيل الفات، وأسي حاليا في التشكيل ده في اللي هو وزيرة العمل والإصلاح الإداري، وكذلك وزيرة الخارجية. فهل يفتكرون ثلاثة نساء يا دكتور؟ ثلاثة نساء. أيوة ثلاثة من كم؟ 20 وزيرة الحكم الاتحادي ووزيرة الخارجية. نعم، وزيرة الحكم الاتحادي لها التحية. فالوثيقة الدستورية بتذكر إنه المفترض إنه على الأقل يكون في 40% من المناصب تتقلدها النساء. فهل يعني الناس راضين بالوضع ده؟ يعني it's okay، وبعد ذاك إنه والله نحن اللي دونا له ونكتفي به، وبعد ذاك نطمح بإنه يكون. وكذلك هسه البرلمان لسه ما تم التشكيل بتاعه. يعني انا شخصيا من الناس المؤمن تماما انه المراه لو بقت موجوده كوزيره دفاع مثلا ما حتقوم حرب، دي انا متاكد منها، لان هي حريصه على ابنائها وعلى المجتمع وعلى كل. لكن بنلقى انه دائما لما تجي التشكيله النهائيه واللجان بتاعت الترشيحات وكده، بنلقى انه دور المراه بينحسر،
بينما دور الرجل بيزيد، ودائما بيكون في صوت عالي والله يا اخي الحاجه دي داري لها ما اعرف شنو كده والى اخره. فداير اسمع منكم بس كل واحده منكم على حده، ما فاهمه تعمل ريفرنس للثانيه يعني، والله زي ما قالت رشا ولا قالت عاطفه، لا كل واحده منكم على حده، شنو رايكم في الوضع الراهن؟ شكرا جزيلا. بس تذكير باتصال صغيرون لما ذكرتوه. نعم بروفيسور اتصال صغيرون، احتمال عندنا ما خيسي عشان كده ما ذكرناه. المهم عزيز ممكن تبدي. طيب شكرا يا دكتور. انا بفتكر انه سؤالك والله سؤال جميل يعني، استيل انا شخصيا ما بفتكر انه ما مقتنعه بالمطالبات النسائيه بقدر المطالبه يعني، افتكر احنا عندنا القدره على انه نثبت نفسنا بكفاءتنا. الموضوع ما موضوع مطالبه، انا شخصيا بالنسبه لي يعني لو الموضوع بيجي ليفل بتاع كومبتنسي بتاع انه جداره، النساء عندهم القدره لاكتساح اكثر من 40%. فده برنسبل اساسي، ده بالنسبه لي شخصيا. لكن افتكر المشكله هي ضعف المشاركه السياسيه، وانا من هنا عايز احيي يعني زميلنا البشمهندس محمد عبد القادر كدام. افتكر انه انا ما عندي خبره سياسيه، لكن في الفتره الاخيره يعني هو من الناس اللي كان موجود معانا وبيدينا كميه من الاضاءات، وكان عندنا دائما نقاش بنقول انه المشكله في انه نحن الما سياسيين عندنا ضعف في المشاركه السياسيه، وبالتالي القرارات اللي بتتم من الاحزاب السياسيه ما بتكون بترضينا. فمفروض انه احنا نقوي مشاركتنا السياسيه بصوره واضحه جدا، ويكون عندنا راي عبر المنصات المختلفه في انه شكل تكوين الكابينتس اذا كانت المناصب التنفيذيه. واستيل انا اقول لك في النهايه الوزارات دي من ناحيه وزارات هي مناصب سياسيه، لكن خلينا تعال نحسب المناصب التنفيذيه في الدوله الحظ الاكبر لمنه؟ ولو يوجد الحظ الاكبر هل فيه نوع من هنلقى انه في طبقه كبيره جدا من الدرجات العليا هي نساء، سوري الدرجات الدنيا او المتوسطه هي نساء العدد اكبر. وطبعا عنده اعمال يعني عنده اسباب كثيره جدا، ممكن يكون هجره الرجال للخارج لانه مستوى المعيشه ده يطوروا فيه وحاجات زي دي. لكن هرجع واقول نحن لانه مشاركتنا السياسيه ضعيفه وبتقتصر فقط على المشاركة السياسية عبر الأحزاب، فبالتالي بنرضى بالدولينة يعني. لكن الموضوع ما موضوع مطالب، احنا عندنا الثورة دي كلها كان كنداكات يعني، احنا طلعت في المواكب كان الماجوريتي بتاعتها يعني نساء. انتم ما شاء الله طبعا حريفين بتتجنبوا الموت تماما في الشهيدات يعني بيكون عدد نقل، لكن الماجوريتي تماما يعني هي الزغروتة، كانت الزغروتة في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الثورة. أيوه دي كل الطوالي بتدور حرية سلام وعدالة. فمشاركتكم السياسية أعتقد إنه ما في مشاركة سياسية أكثر من إنك تعرض نفسك للخطر في الشارع، مش تعرض نفسك للخطر في مقعد الوزارة. انحسرت بعد ذاك يا دكتور، ما هو في كان فعل حصل أثناء الثورة، وفي فعل المفروض إنه يحصل بعد الثورة. في الفعل اللي بعد الثورة نحن هنا تجنبنا المشاركة السياسية وخلينا الحاجة دي للأحلام. أنا شخصيا كنت بفتكر إنه أنا كشخص ما عندي علاقة بالأحزاب السياسية ما مفروض عم يكون عندي مشاركة سياسية، وده كان من قصري فهمي، لأنه لا في جامعة أنا شاركت مشاركة سياسية، إحنا كنا مقهورين تماما من أي يعني أي نشاطات. لكن ما في منصات كثيرة جدا أنا ممكن يكون عندي فيها مشاركة وأقدر أوصل رأيي بصورة زي ما أنا كنت مشاركة فعالة في الثورة. فأنا بفتكر إنه خلونا ننتقل، وبرضو بقول دائما دي بقول لزميلنا، خلونا ننتقل من مبدأ المطالب لمبدأ الثبات بالجدارية وبالكفاءة يعني والحقوق، بمبدأ الحقوق ما مبدأ المطالبات فقط. بس كده اسمع من رشا. أوكي طيب، أنا برضو لحد ما بفهم سياسة للآخر، بحاول أفهم في يعني قبل كده زي يعني طيب معلش يا دكتور أنور زي ما قالت عزجد الحتة بتاعت يعني لما قالت بشمهندس كدام في حتة إحنا ما بنشوفه إحنا الناس التكنيكال. أنا بالنسبة لي الموضوع بالنسبة لي شغل في الدولة ما مفروض يكون عنده علاقة بالسياسة.
السياسة دي حاجة يعني كوكب تاني، أنا ما لي علاقة بيه ولا بفهم فيه ولا عايز أفهم، لأنه زي ما هو كان بيقول لنا أنتوا بتشوفوا أبيض وأسود وإحنا بنشوف ألوان، فأنا ما قادر أشوف الألوان دي. يعني إذا افترضنا إنه إحنا بنشوف أبيض وأسود، أنا ده اللي بفهمه في الموضوع. بالنسبة لي الموضوع، أنا دي وظيفة جاية أشتغل فيها، أثبت وجودي، أشتغل صح كده. ما قادرة أفهم الحتة بتاعت السياسة دي يعني شنو فيها. لكن كمان بالتجربة، السياسة بتقول إنه هي عندها أثر واضح جداً، وأثر يعني بيوري إنه السياسة بالعكس عندها دور فعال جدا في الحكومة، يعني في الثورة، حقت الثورة. ما يعني هأربطها بالحتة بتاعت إنه النسوان، إحنا كنساء كليديز كبنات البلد، عندنا إحساس بإنه بلدنا دي تستحق أحسن من كده، تستحق أحسن من اللي بيحصل لها. إحنا نشارك في إنه الحاجة دي تمشي لقدام، كيف؟ ده كنا بنعمله في الثورة، ابتداء من زغروتتنا، ابتداء من التأمين، ابتداء من المشاركات اللي ما ينفع نقولها هسي. يعني كل الحاجات في النهاية بنعملها عشان يعني زي الأكشن بلان، أي زول بيقدر يدلو بدلو فيها. المواقف التانية دي الصراحة لله أنا ما قادرة أفهم لحد هسه، أنا شايفة أبيض وأسود، يمكن بديت أشوف حبة ألوان، لكن ما لسه ما قادرة أشوف الواقع. شكرا يا رشا. دكتور ياسين، لو عملت لي كو هوست عشان كان اشير الشاشه دي، هلا نسمع منك يا هلا، تفضلي. انت مش ال اوكي طيب. انا نفس الحكايه يعني زي عسكت، زي رشا، انه انا ما قاعد افهم في السياسه كثير، لكن في فرق بين السياسه بالنسبه لي، يعني بين السياسه والسياسات. يعني التمثيل ما مجرد ارقام، التمثيل ده عمليه معقده وشامله، بتبدا من اتاحه الفرص يعني في التعليم، في التدريب، في التوظيف، وبتنتهي بالعدد الاكبر في المقاعد. لكن يعني السياسه بتاعه تقسيم الكيكه بحيث انه نسبه النساء تجي كده، دي ما اعتقد انها كويسه. دي بتجي ما حجب لنا الكفاءات، وما وفي نفس الوقت ممكن تكون ما عادلة في توزيع على الفرص. لكن بختلف مع كلام عزيز في انه ان احنا حنطالب، يعني انه في نفس الوقت انه الكفاءة هي تلقى فرصتها، وما اختفى الدور بتاع المرأة بعد انه يعني ما اختفى بس بالمظاهرات، انه لسه في دورها مستمر، انه في مبادرات كثيرة، في اتحادات قامت وبتقدم مرشحين الأكفاء لسه. لكن يعني إنه صنع السياسات هي اللي بتحكم موقف الدولة تجاه النساء، وده حاجة يعني مستمرة لزمن، ما مجرد 40 مقعد وانتهى الأمر. سياسة، تعليم، صحة، توظيف، تدريب، يعني كده. نعم. أنا لو سمحتوا لي، بس طيب، في بس كده في الشاشة، الأستاذة إحسان الجدال شيرت البتاعة دي، وأنا صراحة شفتها ظريفة جدا، إنه في سباق، والسباق ده فيه رجال ونساء. الرجال الطريق بتاعهم فاتح، والنساء قدام في هو الحبل الغسيل والمطبخ وكده، يفترض إنهم يعني ينافسوا في نفس الوظيفة وكده. أنا داير أسأل سؤال برضو تاني له علاقة بالكلام ده. العدد ما بيورينا الكونتنت، يعني النوعية. يعني في نساء مسكت مثلا وزيرة الخارجية، ومسكت وزيرة رئيس القضاء. نحن كرجال بنكون فيري هارش في الكريتيسيزم، بننتقد النساء دي الانتقاد شديد، دي حاجة فينا موجودة ما بنقدر ننكرها. الزول الثاني الراجل، لو حتى لو اخفق ولا بتاع، بنشوف انه والله يا اخي هو اخفق وما عارف شنو نتكلم عنه، لكن ما بيكون في حدة شديدة زي ما بتكون في النساء. وغالبا ما بنعمد ونرجع للريفرنس بتاعنا ده، بتاع انه والله فعلا المراه لو بقت فاس وتكسر الراس، وانها والله صحيح مكان المطبخ ولا حبل الغسيل ولا غيره. هل انتم شايفين المثلوكم كنساء
ديل انتوا اللي وديناكم الخيار انكم تختاروهم، هل هم ديل اللي بيمثلوكم؟ لانه في حاجه مهمه جدا جدا، في حاجه اسمها اليوجوال سسبكت، المتهمين المحتملين، لو اي حصلت نشل ناس المباحث عارفين بيمشوا يلقطوا لهم ناس. احنا قضايا النساء عندنا برضه فيها يوجوال سسبكت، قدر ما يكون في، يقول لك مثلا يوم المراه طوالي تشوف لك في عدد من النساء كده طوالي ديل ثابتات موجوده، فالريبرزنتيشن ذاته بتاع النساء بيكون فيه يعني تكرار لوجوه محدده، بينما انتم الشابات ديل ما بشوفكم يعني. فلما يتكلم عن المراه بتيجي في راسنا صوره ذهنيه ل اكس واي زي من اسماء النساء وانتم ما بتكونوا موجودين. فعشان كده اسالكم، هل انتم بتفتكروا نعم ده سؤال مهم جدا جدا، لكن قبل ما يجاوب السؤال، نحن عندنا في مبادره الباحثين السودانيين دايرين نغير النمط ده، يعني حتى نحن هسه في الـ يعني المشرفات، يعني تقريبا قريب ال 50-50% يعني مشرفات الليله، يعني مخصوص جبنا كفاءات، يعني ما جبنا وجوه معروفه للحركه النسويه السودانيه، لا جبنا ناس يعني بنات ما شاء الله تبارك الله يعني اشتغلا واجتهدا في وزاره، وشفنا يعني وقبل ما نسمع كلامكم سمعنا عنكم يعني انه كيف الوزاره شغاله وكذا، لكن ما كنا فاهمين الوات بيهايند ذا سين، يعني الممشي الشغل من يعني. ف يعني على كلام دكتور انور، يعني انتم نظرتكم شنو للحاجه الحاصله دي؟ يعني انتم يس بديتوا تغيروها، لكن هل انه الجو غاتم ولا بروميسينج؟ وكيف يعني المخرج عشان انه الناس تشيل الحاجه دي من راسها؟ يعني انا الليله مثلا بنزل في الاعلام بتاع الجلسه دي، في ناس بدوا يردموا، يعني ليش انه اللي بيعملوا دي ما بعرف قديم. ممكن تبدي عزيز تجاوب، هل انتوا راضيات للا يمثلكمنا، يعني الناس اللي كانوا ممثلينكم في الوزارات وكذا، وهل بتشوفوا انه يعني انا شايف انكم جديرات جدا جدا بانكم تكونوا في مواقع قياديه، لكن ما بشوفكم النظام ما بيعمل فيتنج بحيث انه انتم تجوا تكونوا في الوزارات، بيكون في اليوجوال سسبكتس اوفر اند اوفر اند اوفر. عزيز ممكن نسمع منك. إذا أنا فهمت سؤالك يا دكتور، أنت بتتكلم عن التمثيل اللي كان في الحكومة السابقة أو في الحكومة الحالية، لأنه الاثنين كانوا الكرايتيريا بتاعت اللي بتجيب التمثيل وليس التمثيل. طبعاً الكرايتيريا أوكي، إذا إحنا بنتكلم عن الكرايتيريا اللي بتجيب التمثيل، هي طبعاً البروسيس كلها البروسيس بتاع الترشيحات يعني. ف يعني يمكن نحن ذاته محتاجين نعرف إنه البروسيس بيتم كيف. الأول يكون في ترانسبيرنسي عشان نقدر نحكم عليه. يعني انا عن نفسي ما اعرف البروسيس بيتم كيف بيتم الترشيح، يعني الحاجه دي هل بتطرح على مستوى كبير جدا من الداتابيز ومن الناس ومنها بيتم اختار حسب معايير محدده، والحاجه دي مبنيه على مجموعات مهنيه او مجموعات سياسيه او كده. الطريقه نفسها بتاعت الترشيح انا بالنسبه لي ما واضحه، فما يعني ما قادره احكم، لكن بفتكر انه في الحكومه اللي فاتت كان في تمثيل، يعني كان في تمثيل نوعي، يعني اذا كان من ناحيه العدد ومن ناحيه العمر نختلف او نتفق معاه في طريقه عمله كويس، لكن التجربه في حد ذاتها بفتكرها كانت فريده. ده رايي الشخصي، اوكي، لاول مره في السودان. ما احنا دايما نغير نمط، ما احنا نغيره ب 100% فروم ذا من البدايه، لكن افتكر انه احنا محتاجين انه يكون عندنا طريقه شفافه وواضحه لطريقه الاختيار، اذا كانت للنساء او اذا كانت لغيرهم، يعني بصوره اساسيه. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، انا برضو بشوف انه موضوع القياده ده والرياده ما لازم يكون وزير ابدا. يعني كان يعني هو ده الكلام ده صحيح طبعا في المستوى النظري عزيز، لكن الوثيقه الدستوريه نصت على حصه، يعني في 40% انه والله لا يقل عن 40%. انتوا عندك لو تنازلتوا عن حاجه كل الهياكل، لا 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 ما انا ما بتكلم، انا لا بتقدر تكابس، احنا بنتكلم عن فوق ال 40%. انا قلت لك اذا انا بتكلم عن الكومبتنسي كويس، الموضوع ده ممكن يوصل لاكبر من كده كويس. اذا انا بتكلم عن الليفل ده، انا ما بتكلم عن النسب يا دكتور، انا بتكلم عن انه التمثيل في القياده، ما هو انك انت من مثلت، هل تقصدك يعني هل هنطبق ال 40% في كل الهيكل في الوزراء
بعديها في الـ في الـ في التنفيذين او التنفيذ الاول، بعديها حننزل. يعني اذا احنا عينا الهياكل كلها بالطريقه دي، تقريبا انت الحاجه القاصده. انا بس قصدت لك بانه المنصب القيادي او القياده او الرياده ما الا تكون وزيره، هناك وكيلات، هناك موظفات يعني في درجات، في درجات عليا، هناك قائدات. يعني انا قصدي انه الناس ما تعاين بس لمستوى الوزراء، تعاين لكل الهيكل، الهيكل التنظيمي الحكومي ومشاركه النساء فيه. ده كلام قلت لك ممتاز، انا جدا برجع لك ثاني بقول لك كلامك ممتاز، لكن لو كان في وزير وزيره موجوده وبعد ذاك في باقي النادي كان القرارات بتختلف. الكلام ده شفناه ونحن في كثير جدا جدا، يعني من حيث يعني هيلاري كلينتون مثلا لما كانت وزيره الخارجيه عملت تغييرات في وزاره الخارجيه جذريه كبيره جدا جدا، يعني فيها حاجات لها علاقه بالجندر ولها علاقه بالما اعرف شنو. النساء دائما يكونوا في منصب عالي بيقدروا يغيروا من الكلتشر بتاعت المؤسسه بما يخدم مصلحه المجتمع ككل وليس نسبه، لانه المراه لما تعمل قرار بتاخذ معاها برضه في قرار الرجل، والرجل كذلك لو كان فير يعني. لكن انا اقول لك في حته المحاصصات دي، لو عندك 40% شوفي اي حركه بتاعت كفاح ولا اي حزب سياسي لو عنده حصص بتاعت مقاعد بيمليها بناسه، ما بيقول له والله يا اخي لو في ناس ثانيه اكفأ مني، الا بيجيب ناسه. فدي القصه بتاعت انه المراه تقوم تاخذ حقها وتكابس فيه وما تخليه للنهايه. ممكن نسمع من رشا وهلا، وانا بعد ده يعني بسمع بس. طيب برضو انا حرجع للحته بتاعت الابيض واسود بتاعت جبال والالوان. في يعني في كم بوينت انبه لها، انه احنا ما احنا المفروض نكون متفقين على انه التمثيل ده كمي ولا نوعي. في الحته بتاعتي بتاعت الابيض واسود انا بفهم انه كمي دي ما منطقيه، لازم تكون نوعي، لازم الناس تفايت لانه زوج يصل سواء رجل او مرأة، يعني انه يصل للحته اللي هو يعني يشارك فيها وحيمثل فيها اي جهه. في الحته بتاعت انه احنا يعني let's admit it يا جماعه، انه احنا جايين مجتمعاتنا دي لسه ما زالت مجتمعات ذكوريه، صحيح ان في نسبه كبيره وكويسه وماشيه كويس لانه الناس دي تتحرر من ما عارفه اذا قلنا هي القبضه الذكوريه اذا سميناها كده صح. في ناس بدأت تتحرر من الحاجة دي، لكن كمان ما حننسى إنه لسه إحنا عندنا يومات قريت لي بوست عن واحدة أخوها حماها المدرسة، هي عمرها 13 سنة، تخيلوا الأخ عمره كم؟ عمره 7 سنين، حماها المدرسة وهي سمعت كلامه. فده ده مجتمعنا اللي إحنا عايشين فيه لسه، يعني فالحاجة دي لسه قاعدة في بلدنا، فإحنا لسه قدامنا الصباح زي ما كنا بنقول في الـ يعني في الأيام الثورة دي حاجة. الحاجة الثانية 40% أنا بالنسبة لي is not enough، 50-50 as minimum، يعني 50-50 دي الممكن نبدأ منها، لكن عشان نصل من لـ 50-50 دي برضو محتاجين إنه نبدأ من الصفر. إحنا عايشين كويس هنا ونواصل لقدام، لكن ما نفترض إنه ما هو ما ممكن يحصل، ما منطقياً ما ممكن يحصل ال إنه من 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 زيرو ل 50-50 حنصل فيه within no time. التغييرات الاجتماعية تأخذ زمن، لما يكون إحنا persistent لها وماشيين فيها كويس ده حيودينا لقدام. لكن بس يعني دي فكرتي يعني في الموضوع كله. هلا طيب أنا نفس الحكاية، إنه إنه لحد ما نصل أن إحنا نسبة إنه نكون التمثيل الأول الكوتا حقتنا متساوية، إحنا حنحتاج أو
او يمكن احنا ما انا ما قادره اعرف. انا احيانا بحس انه انا متناقضه، انا قاعده احس بانه انا مفروض يكون التمثيل 50-50 وفي نفس الوقت مفروض يكون الكفاءه اولا والمؤسسيه، لكن في نفس الوقت احنا صعب جدا انه نوصل في الفتره البسيطه دي للحاجه دي، لانه جذور عميقه جدا يعني باديه من زمان، الكهنوت ونظرتهم للمراه والمجتمع ونظرته للمراه والتنميط الحصل كان من بدري جدا للمراه، فالحاجه دي صعب انها تتحول بين يوم وليله. لكن بالنسبه لسؤالك بتاع انه هل احنا راضين عن التمثيل النسائي، انا بالنسبه لي انه انا حادعم المراه، حادعم التمثيل الحصل للمراه ده او حادعم الممثلين للمراه دي الى ان تثبت عدم الجداره او عدم الكفاءه، لكن يعني ما حنقدر احنا نقيس الحاجه دي وهي لسه في بدايتها، يعني لسه بنطمح بالمزيد. نعم الكلام ده دي اجابه نموذجيه هلا صراحه يعني تشكري عليها. بس انا من هنا دار احيي الواليه بتاعت نهر النيل اللي هي دي الولايه اللي انا منها ذاتي، وطبعا قاموا الكيزان وغيرهم يعني قالوا انه والله يا اخي ما عندنا مره بتحكمنا وكلام زي ده. يعني نتذكر انه في تاريخ السودان الكنداكات دي كانوا ملكات يعني كانوا حاكمات، وحتى احنا في القبائل العربيه ما اعرف شنو كثير جدا النساء كانوا حاكمات، وحتى الوراثه بتاعت الحكم كان بيتورث عبر الام، وده السبب اللي خلى انه العرب يكونوا حاكمين في دوله نوبيه في يوم من الايام. ولكم التحيه جميعا، ان شاء الله ربنا يوفقكم، وفخورين بكم جدا يا شباب. طبعا التحيه والاحترام والحب والتقدير لكل نساء بلادي، ونخص بالشكر هنا الاربع سيدات ما شاء الله، الثلاث سيدات الجميلات هنا معانا، ومثلوا نموذج حضاري ونموذج قوي جدا لتمكين المراه السودانيه، وعبرهم من حي امهات الشهداء امهات الجرحى على مدى تاريخ الوطن الحبيب منذ قبل الاستغلال، منذ الاستعمار ولحد يومنا هذا. ومن حي برضو النساء في مناطق النزاعات والحروب في دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق، فلهم التحية وعبركم برضو من حيهم يعني. طيب نرجع قبل ما نحن جماعة فضلينا زي نص ساعة، فبعد شوية لو في زول في بس تحية كمان مع بخاري، نجاة بخاري طبعا واحدة من المشاركات في مبادرة التنمية الصناعية اللي هي مشابهة للتنمية الحضرية بتاعت ناس عسجد، تحية لها، هي موجودة معنا قاعدة من قبيل، بديها العافية. الدعوة جات طبعا قلت لهم اخواننا نحن المفروض نعمل نفس المبادره نفس التجربه، لان انا كانت طلعت عليها، فتحيه لنجدت برضه هي عنصر نسائي فاعل جدا في المبادره، وحس موجوده معانا نجاة بخاري. نعم بس حبيت اذكرك بالكلام. عليكم السلام، تحيه لكنداكاتنا في البنيه التحتيه. شكرا يا باشمهندس هيثم، يديك العافيه. شكرا. ما يعطيك تسلم. دي شهادة مستحقة بس متابعة عشان يتعلموا نتيجة، وما حاجة سهلة والله. يا تسلم. نديك تسلم نديكم العافية الشهر. نعم من نرجع لك يا أستاذة تدينا، يعني برضو نحن الليلة اليوم ده يا جماعة يوم الاحتفاء بيوم المرأة العالمي، فعايزين نبرز الصورة الجميلة للمرأة السودانية وللأنثى السودانية، ويعني فعشان كده نحن الليلة يا جماعة اليوم ده كله نحن محتفين بيهم يعني. طيب نجي للحته بتاعت الاسر الشهداء، في مبادرات من وزاره البنى التحتيه تجاه امهات السيدات، تجاه النساء في مناطق الحروب في دارفور، في 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 النيل الازرق، وفي جبال النوبه. اول حاجه طبعا تحيه لكل نساء بلادي، زي ما ذكرت التحيه والتجلي لامهات الشهداء، التحية لأمهاتنا وأخواتنا في المعسكرات الناجحين، التحية لأمهات المفقودين. يعني بنفتكر إنه إحنا كل ما نقدم حاجة كنا بنحطهم دائما نموذج قدامنا، يعني لتحملهم ولمقدرتهم الكبيرة على العطاء يعني بصورة مستمرة. فيعني بنقول إنه إحنا قدر ما نحاول بنقدم، أكيد ما قدروا هم قدموه للبلد وقدروا يتحملوه عشان البلد.
طيب بالنسبة للقطاع ممكن نقول بتاع توطين النازحين، وطبعا دي واحدة من أهم المقومات تحت السلام ومتطلبات السلام بحكم الاختصاص للوزارة، لأنه القطاع بتاع التنمية العمرانية وكان واحد من القطاعات الأساسية. إحنا كان عندنا مشروعات واضحة جدا أو استراتيجية واضحة جدا لإعادة توطين النازحين، وبديناها ببرنامج يمكن مشروع كان اسمه مشروع لبنة. المشروع ده كان بيعتمد على إنه يتم تمكين المجتمعات المحلية من إنها تستخدم بدائل بتاعة بناء مستدام، والمجتمعات نفسها يكون عندها قدرة على البناء. يعني ده كان مشروع كبير، فيه عدد من الجامعات، فيهم جامعة نيالة، فيه عدد من يعني الجامعات من مختلف التخصصات. وكان فكرته الأساسية زي ما قلت إنه to enable the local community لاستخدام أي نوع بديل، استخدام sustainable solutions أو حلول مستدامة للبناء. لأنه إحنا حسب الأناليسيس لقينا واحدة من المشاكل الرئيسية في المناطق دي، لأن هي مناطق نزاعات، بتقوم الناس تبني بمواد غير ثابتة، لأن دايما عندها السنس والإحساس بتاع إن هي حترحل من المكان ده لحدوث مشكلة ما، وده بيدي عدم ثبات في ال يعني ثبات في الاستقرار بصورة أساسية. فده كان أول المشروعات اللي إحنا بدينا فيها. وتاني عندنا الاستراتيجية بتاعة إعادة توطين النازحين، لأن دي عملية كبيرة جدا، أو اللي هي العودة الطوعية من ناحية بتاعة البنية التحتية. إحنا كان بالنسبة لنا المناطق دي أغنى مناطق السودان من ناحية إنتاجية ومن ناحية بتاعة موارد، فكان تكونكت، وإحنا سميناها الأراضي المغلقة، يعني في مناطق فيها حتى شبكات بتاع الطرق ما متوفرة، بنيات أساسية ما متوفرة. فإحنا كنا خاتينها من ضمن الأولويات لربط المناطق في الاستراتيجية، ربط المناطق المغلقة، ربط مناطق الإنتاج، نبني مناطق السلام، وكنا خاتين حتى أولويات في المشروع للمناطق. الله يديك العافيه. يعني ده مجهود جبار. طبعا انا شخصيا يعني عارف انه انتوا الفتره اللي جيتوا اشتغلتوا فيها دي فتره ما سهله بالمناسبه، يعني فتره، يعني الفتره الانتقاليه دي من اصعب المراحل يعني. فكونه ذاته زول يجي يتقدم الصفوف دي، والله انا يعني بحييه يعني، وبالذات لما تكون كنداك طبعا لها التحيه طربيع يعني. ننتقل لرشا. ايوه، هو طبعا هو ما هو يعني نفس اللي بتقول عز جد في الحته بتاعت انه يعني اول حاجه جت في بالي مشروع لبنه، وللاسف عز جد شفتها مني قرت افكاري. ففعلا هو مشروع لبنه ده هو كان من اهم المشاريع، يعني حتى اتذكر انه ساعه الوزير كان سافر تقريبا مع أعضاء، مع عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي، ومع سعادة الوزير عمر مانيس. سافروا في عيد رمضان الفات، سافروا مشوا ولاية شرق دارفور، بخصوص يعني واحدة من المواضيع إنه يعني زي الفيلد تريب، إنه يشوفوا الحاجة دي على أرض الواقع، إنه كيف ممكن تو ابلاي المشاريع زي دي ابتداء من لبنة يعني، وبعدها ممكن يمشوا كيف في المشاريع دي. ففعلا هي يعني محاولة لربط السودان كله بسكك حديد، لطرق قومية، يعني خطوات لقدام، يكون يعني كل المدن يكون فيها مطارات، وسودان ايرويز تصل لكل المطارات. فكل الحاجات دي كانت يعني في الفيجن، زي ما يعني الفيجن حقت الوزارة. التطبيق ليها ممكن؟ تطبيق الفيجن دي كلها ممكن يا رشا؟ نحن قدامنا الصباح، ممكن شديد كمان، بيحصل طيب نمشي أول ما السلام ده حل إن شاء الله بيحصل، يعني إن شاء الله. طيب ما نمشي لكن لها محتاج صبر أكيد. طبعا ده داير الصبر، وداير الناس كلها تشتغل مع بعض يعني، تحط الكوره في الواطه زي ما نحن بنقول باللغه بتاعتنا، ويمشوا يعني الناس تشتغل كلها مع بعض وكده يعني. طيب نمشي للسيده هاله الخير، مديره التواصل الرقمي.
مبادرات الوزارة تجاه أسر الشهداء والنساء في مناطق النزاعات والحروب. أنا بالضبط كده، لما أنت بتسأل في سؤال أنا جا في بالي المشروع بتاع اللبنة، فعسيد ورشا يتكلموا عنه باستفاضة، فما عندي تعقيب على الحادي. اوكي طيب، قبل ما نحن طبعا يا جماعه بعد ده ممكن يعني الناس اللي معانا في الزوم لو عندهم مداخلات وكده الواحد يرفع يده عشان نديه فرصه، لكن انا طوالي بمشي للاستاذه نجاة بخاري، وبمناسبه يوم المراه بنحييك ونحيي عبرك كل النساء السودان. فالمراه والمبادرات في المجتمع يا استاذه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مهندسه نجاة بشير بخاري، هندسة كهرباء جامعة الزعيم الأثري، وشغالة في شركة أراك للمنتجات الصناعية. طيب أنا في مبادرة منجزون، من المبادرات وليدة ميدان الاعتصام. كنا صابينها وبننجز، وأنجزنا فيها في ميدان الاعتصام. كان هو مجموعة مهندسين وبدينا شغل الآن تاريخ 6 و7، إذا الخريف جاء الاعتصام ده حيتفضى. يعني كان ما كان فضوا الجماعة ديل، قلنا الخريف حيفضيه، حي يعني مصارف قفلته وكده. فاشتغلنا شغل كويس شديد لحد يوم 2/6 قبل يفضل الاعتصام بيوم. احنا كنا شغالين في الميدان، وبعد ما حصل ما حصل زي ما قالوا الجماعة ديك، وقفنا فترة وعاودنا تاني الشغل بعد ما كان هون النت قطع وشنو. بعد ذاك اشتغلنا، واصلنا تاني وسجلنا المبادرة للمنظمة اسمها منجزون للتنمية والإعمار. مع الباشمهندس كاشف هيثم عندنا مبادرة تنمية الصناعة، لأنه نحن في القطاع الصناعي، تنمية الصناعة في السودان، وهي مبادرة وبرضو ماشية في طريقة لأنها تسجل إن شاء الله كمنظمة تطوعية، وضامة كمية من المهندسين في الخارج الخبرات والكفاءات من ناس نقابة المهندسين ببريطانيا وأيرلندا، وكمية من الخبراء. يعني شغل ما شاء الله، يعني الناس دايرين يبدوا شغل مؤسس من وضع الاستراتيجيات الأساسية للمشاكل بالعيق الصناعة في السودان وحلها، وفتح الفرص للحرف الصغيرة، يعني فتح مجال كلها عشان تصب في مصلحة البلد، وشجعوا برضو الاستثمار الخارجي لأنه يزيلوا العوائق تواجه المستثمر الخارجي، على أساس إنه يشجعهم على إنهم يجوا. يعني شغل ضخم كبير، وإن شاء الله يشوف النور قريب، لأنه خلاص على بعد خطوات من إنها تسجل كمنظمة تطوعية. برضو معانا الوزراء، وكيل وزير وزارة الصناعة إسماعيل شمس الدين معانا في المبادرة، وما شاء الله ذول يعني كفاءة وأمور، يعني عامل سبورت كويس للجماعة ديل ونحن يعني شغل متبادل، زي ما يعني نفس تقريبا منظمتكم يا كنداكات. فسعيدة بوجودي معاكم جدا، واستمتعت باللايف معاكم، ما شاء الله تبارك الله، يعني قدام بس قدام. نحن بالعكس نحن السعيدين، ونحن يعني نهدي لكم باغات ورود، ويعني شكر، يعني حاجه جميله والله. انا صراحه يعني استمتعت جدا جدا، وبالذات يعني من السيدات عزجد ورشا وهلا، يعني مفخره صراحه، يعني دي مفخره. وطبعا بعد اذنكم يا شابات، احنا اللايف ده هنخليه في اليوتيوب على اساس يكون ريفرنس يعني بناتنا الصغار، يعني يجوا يشوفوا يوم من الايام خلال الحكومه الانتقاليه ناس يعني اشتغلت في اصعب الظروف، واشتغلت في يعني ما يعني انا ما شغال في الحاجه دي، لكن متخيل
كمية الصعوبات اللي انتم بتعانوها وكمية يعني ناس انتم ما شاء الله متفائلات وابتسامات وكده، لكن انا متأكد انه بيكون في يعني في من خلف الكواليس بيكون في حاجات يعني ما سهلة يعني. فربنا يديكم الصحة والعافية، ونحن دورنا انه يعني ندفعكم عشان تمشي لقدام، ندفعكم لحد ما تتحقق كل اشواق المرأة السودانية. يعني انا ما اقدر اقول 50-50 بتاعت الأمم المتحدة خاتين 50-50 باي 2030، يعني 2030 عايزين انه النساء والرجال يكونوا في الخدمه 50-50، لكن لا، نحن دايرين انه المراه السودانيه تاخذ حقها الطبيعي، حقها في البيت. يعني انا شخصيا يعني امي الله يديها العافيه يعني وبحييها هنا عبركم، فهي ماسكه البيت كله، يعني ماسكه البيت في كل شيء، يعني الداري يعرس والدايري يسافر والداير يعني انا بقول لهم يا جماعه، انا مما وعيت في الدنيا دي ما حصل لقيت امي نايمه، يعني بتصحى قبالنا وبتنوم بعدنا، يعني فالتحيه لها ولكل الامهات السودانيات. طيب يا جماعه، قبل ما نحن فضلنا ربع ساعه، فبنرجع سريع لو في اي زول عنده مداخله يا جماعه يرفع يده. بس تذكير، انا بس حبيت اضيف معنا، جات برضه معانا في الجروب كان مدني ومستلم معانا في التنميه الصناعيه، وبشمهندس خيري اللي هو كان ماسك الطاقه والتعدين برضو ستيل معانا موجود. حقيقة دي التكنقراط اللي نحن محتاجين نشوفها. أنا بس الله ده أعقب على كلام، مش أعقب لكن أصيغ كلام عزيز الجميل بتاعة المشاركة السياسية. أنا بحكم أن المستشار في مجال الأعمال جاءت فرصة أن أنا أقوم أشتغل مع واحدة من الأحزاب في الشغل بتاع أز بيزنس ديفولوب. قلت له لو ما حتنجحوا لو ما اشتغلتوا بالمنهجيات الحديثة زي ما حس ذكروا، يشتغلوا منهجيات الأجايل والمبادرة وطريقة التصميم بتاعتها فكده. فقلت لهم في حاجات أساسية، يعني أنت لو في لاحظت حاجة إنه المثقفين والمهنيين سواء أكاديميين أو مهنيين التكنوقراط ما عندهم عزوف عن المشاركة السياسية، بالتالي الساحة مفتوحة بس للناس اللي هم يجيدوا لغة الكلام ويجيدوا لغة التسويق و بيعرف يمارسوا سياسة. فقلت لهم يا اخوانا احنا اول هنا المحك، انتوا عشان تشتغلوا لقدام اول حاجة نجي نشتغل مع بعض، نعمل استراتيجية، نخط الرؤية بتاعتنا، نعمل حاجة اسمها HR manual. HR manual يعني شنو؟ لا يعني انه اي حزب اي زور عضو يجي بيكون عارف هو ده يعمل شنو، رؤيته شنو، حيضيف شنو، حيختم شنو، حنختمها برضه بإدارة التغيير، لأنه في زول بيحس انه هو كان مناضل طويل وجاهه كفاءة فحيكون في الصراع داخل الحزب. فهي عملية بتاعت بناء، لكن بجد الحتة بتاعت إنه المثقفين والكفاءات بيحاولوا يتجنبوا، لكن الواقع الآن إنه أنت ما حيتم اختيارك ما لم تكون منظم. والحاجة دي قالتها أنا عملت سكرين شوت كان لولا البوشي، إنه يا أخي كانوا رشحوها لدورة تانية لكن ما استوفى الشروط إن هي تكون محاصصة وكلام بكثير. أنا ما أدري أخش فيه كثير، لكن بجد شويه شويه الحياة بتمشي، يعني زي ما حصل الاستاذ البشمهندس هاشم بن عوف من خلال المبادره ومن ما سلموها، انا كانت اداني نسخه منها والله قريتها، فانا في كفاءات انا بعرفهم بالنيم وشايفهم انه هم بيحاولوا يصلوا، زي ما حسي في مبادره التنميه الصناعيه برضو استقطبت مدني جابت الوكيل الجديد الاستاذ اسماعيل اديه العافيه وكان معاه البشمهندس خير. ففي اتجاه انه الخدمه المدنيه تستمع للكفاءات ايا كان مصدرها، وده مؤشر كويس جدا جدا. وان شاء الله النموذج بتاع ناس الطاقم الوزاري في البنيه التحتيه ينتقل الى وزارات ثانيه بعدك والله ما حتكون مشكله. يعني من ناحيه كفاءات احنا 200% ما في مشكله، من ناحيه مبادرات وبيبرز مكتوبه ما في مشكله، بس ان هي تصل والزول استلمها والامور بتمشي ان شاء الله. يديك العافيه ياسين. تسلم كثير يا هيثم. شايف احمد داوود، يتفضل احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اول حاجه مساء الخير، يعني ما قادر اتكلم كثير بس اختصر الموضوع بكل بساطه. اول حاجه يعني هيثم طبعا غطى الحياه اللي اتكلم فيها. انا صراحه يعني بتكلم بكل شفافيه، الممثلين كان النساء صراحه اثبتوا، انا ما بقول نساء لكن كانوا ممثلين زي ما قالت عزجد، آلية الاختيار بتاعتهم ذات كانت مبهمة، ما في زول فينا شارك في آلية الاختيار، فبالنسبة لهم أنا صراحة ما شايف بيمثلوا كفاءة النساء في السودان. فالسودان مليء بالكفاءات النسائية
مش ان انا واحد يعني بوافق طبعا برضو راي عزت، انه اصلا كون نقول 40% انه احتمال النسوان يعني يكون عندهم 60% او ممكن يكون 40%، ممكن يكون 30% كفاءات. يعني احنا ما نربط بكفاءات، ما نبقى نحكي كمان المنهج الامريكي نخشه زي ما هو احنا لا، احنا يعني بدينا المنهج بتاعنا في الثوره السودانيه، فاحنا بنقول انه الكنداكا او الرجل متساويين في الفرص والكفاءات. اذا المؤهلات يعني احنا دايرين السودان يتطور يا جماعه، ما محتاجين اليات تعقيد. انا شايف انه النساء السودانيات الان يستحقون اكثر من 40%. انا عارف الكلام، في ناس كنت هيقولوا لي لا 40، لانهم بيشوفوا طلعوا الان مستر السودان النساء بعينوا لهم وبيعمموا مش الباقي النساء. يعني صراحه المستر النساء انا شايفهم لا يمثلون النساء، يمثلون شخصياتهم. عارف ما تدعموهم من جانب نسائي، لكن من جانب مهني انا بقول انه ما بيمثلوكم اصلا، لانه في ضعف كبير جدا في الاداء، ضعف كبير جدا في انه كفاءه اصلا المنصب ما كانت موجوده. فدي مشكله، احنا المفروض ما نجامل على السودان لانه نجيب مراه وكذا. في ضعف كبير جدا. انا ما حد اذكر شخصيات الوزارات الوزاريه الان عشان ما اكون في لقط، لكن النساء يستحقون افضل من ذلك، وطلعوا مثلوا النساء، هم لا يمثلون النساء بل يمثلون انفسهم او احزابهم، ما بيمثلوا اي نساء، ولانه ما في اي اليه للاختيار بتاعتهم وانتم شاركتوا فيها. يعني احنا بنتكلم انه الان هاله عزجت رشا شاركتوا في الثوره من بدايه الثوره، وناس مشاركين في كل المبادرات، وما وآلية الترشيح انتم ما عارفينها، اذا هم لا يمثلوكم. فنحن نتكلم بكل شفافيه، انتم اذا ما شاركتوا في ترشيحهم او ما عارفين ذاتهم هم يختارون كيف، اذا انتم ما يعني ما يمثلوكم تمثيل ممكن. حتى اذا واحده نجحت تمام، ما مع يعني صراحه ما في واحده الان فيهم نجحت نجاح ظاهر كده غير والواليه بتاعت نهر النيل، دي الوحيده اللي يشهدوا لنا بالكفاءه، وكانت فعل وقول. الباقيات انا ما هقول فشلوا، لكن ما كانوا بالكفاءه المطلوبه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، والله لو ما كانت الدنيا ليل كنت اقول لهم دايرين الزغروطه بتاعت الساعه واحده، لانه بجد يا جماعه يعني انا فخور جدا، لانه النساء السودانيات الان يعني في كل الاوساط، يعني بجد انا في مجالي بالذات في السوفت وير انجينيرنج النساء هم يعني زمان ما كان عندنا مدرجات نساء نهائي، لكن الان ما شاء الله يعني في اي شركه تلقى مش يعني سكرتاريه وكذا، تلقاهم في كل القطاعات، تلقاهم كل في الديفلوبر، تلقى واحد يعني نفس المود بتاع الرجال ده، تلقاه قاعد في الديفلوبر، تلقاه قاعد قدام جهازين ثلاث اجهزه في نفس اللحظه، مبرمجه بروفيشنال. انا بعرف شخصيا نساء على مستوى ما السودان، على مستوى العالم بيبرمجوا لدول الخليج من السودان. فبجد لكم التحيه والخلود، بتمنى انه الاليه بتاعت اختيار النساء تكون، او الاليه بتاعت اختيار متخذين القرار تكون حاجه كده معروفه، البروسيس بتاعها معروف. وصراحه انا ما بتكلم عن النساء فقط، حتى الرجال اللي اختارهم اثبتوا فشلهم، يديك العافيه. فلانه الاليه كانت ما معروفه ذات كيف الاختيار. وشكرا لكم، وزي ما بيقولوا يعني ان شاء الله يعني من يوم 8 مارس السنه الجايه ان شاء الله نشوف في تغيير كبير جدا حصل ان شاء الله. وشكرا لكم. الله يديك العافيه، شكرا يا باشمهندس. طبعا انا ضد الحته بتاعت المحاصصات والنسبه والدونر. ليه؟ يعني انا بشوف انه ده تحجيم لهم، هم عندهم يعني الحريه وعندهم الحق ياخذوا حقوقهم كامله. يعني واحده مثلا تستاهل تبقى وزيره، تبقى وزيره يعني بدون ما نقول لها والله يا اخي انت عندك 40، لا انت ما بتقدري تبقى وزيره والله، لانك نحن مثلا الحصه بتاعتكم. انا الكلام ده شخصيا كله شايفه كلام فارغ، وكلام يعني بي بي يعني ده سيجريجيشن. يعني احنا بنهرب من سيجريجيشن لسيجريجيشن. طيب يا جماعه، احنا في خواتيم البرنامج نرجع سريعا لضيفاتنا العزيزات، كلمه اخيره باشمهندس عزجد. اول حاجه انا بشكركم يعني شكر كبير على تحت الفرصه، وان شاء الله نكون قدمنا نموذج يعني بسيط وواضح عن طريقه العمل اللي احنا كنا شغالين بيها. زي ما قالت رشا، احنا كنا شايفين انه احنا ستيل ممكن نقدم اكثر، وبنعمل في يعني احنا ما عملنا حاجه زياده، يمكن احنا عملنا يمكن اقل من المطلوب.
نحن حاولنا يعني نكون قدر المسؤولية اللي أتيحت لنا، قد نكون وفقنا فيها، قد نكون ما وفقنا بصورة كاملة، لكن يعني الحاجة المهمة بالنسبة لنا أن نكون شفافين مع الناس، المعلومة تكون حاضرة في كل وقت بأي طريقة، نقدر نطرح أفكارنا بصورة واضحة ونستقبل الأفكار من الناس برضو بصورة واضحة ونترجمها لأعمال يعني واضحة وحقيقية. أنا بس دايرة أحيي يعني كل زملائنا في المكتب التنفيذي، أحيي قائدنا وملهمنا وما بنقول عليه بنقول عليه هو الباشمهندس هاشم أخونا يعني في المكتب، وفرد يعني لا يتجزأ، يعني ما كنا أصلا بنحس إنه إحنا زي ما قالت هلا عادي يعني، الوزير القاعد ورا الكمبيوتر والوزير المشارك مع الجميع، الحقوق بيناتنا متساوية من بعد الساعة 3، اللغة تصبح أكثر يعني مرحا ما بين الجميع، وبالذات لما يكون في ضغط بتاعت عمل كبيرة جدا. داير أشكر كل زملائنا الخبراء، أنا بس يمكن حسرد أسمائهم بصورة سريعة، دكتور أمين النعمة، أستاذ تاج السر، باشمهندس كدام، باشمهندس غدير ساتي، باشمهندس إيناس مختار، باشمهندس إسراء القاضي وهي كانت موجودة معنا أعتقد في الزوم قبل شوية، دكتورة أماني، سحر، سهيبة، باشمهندس أحمد من أوائل الناس اللي كانوا موجودين معانا ويمكن غادرنا، عمار المثنى، ريان، فايزة، يونس، عم محمد ومحمد الثاني، الصادق، كل الطاقم الموجود في المكتب، باشمهندس هشام أبو زيد، يعني نرضى نترحم على زميلنا وفقيدنا أول شخص فقدناه باشمهندس إيهاب، كان مدير عام الهيئة القومية للطرق والجسور، كان مثال يعني يحتذى به في الالتزام وفي المهنية وفي التيم ويرك على رأس الهيئة القومية للطرق والجسور. داير نحيي أي شخص دعمنا معاه أو يعني عمل معانا في الفترة السابقة، إذا كان مواطن عادي، إذا كان زميل لنا، يعني لكم العتبة حتى ترضوا إن كنا أخفقنا وإن كنا وفقنا، وإن شاء الله ربنا يوفق الموجودين الآن ويقدر يواصلوا في نفس الحاجة اللي إحنا عملناها. شكرا لكم. يديك العافية يا أخي، شكرا شكرا كثيرا باش مهندسة، ويعني أتمنى لك التوفيق والنجاح أين ما حللتي، ويعني أنت ما شاء الله شكلك زي القطر أينما يعني حلة أفاد يعني. يديك العافية، كتر خيرك كثير، وسعيدين بك. رشا، كلمة أخيرة. حابدأ الكلام لأستاذ أحمد داود. أول زغروتة في الموكب حق بحري لسوق بحري أنا طلعتها، أنا زغرتها، فيعني شنو ف يعني بس ما أعرف أقول شنو. لي شرف شديد إنه أنا كنت جزء من التيم ده، حاجة ملهمة جدا، مع إنها كانت حاجة فترة بتاعت 11 شهر، لكن الخبرات، الطاقات اللي اكتشفتها جواي، يعني حاجة عمري ما كنت أتوقع إنه تحصل لي بالجمال والروعة دي. يعني ممتنة جدا للتيم كله، ابتداء من البشمهندس هاشم بن عوف، انتهاء بريون أصغر زول فينا. ممتنة لأي زول في التيم، معلش يا رشا، أصغر زول. ممتنة، شكرا لكم. هلا، اي صحيح هلول، بختك كبرتك الليلة اكبر من ريان. تاني ممتنة برضو لكم انتو في المبادرة، وشكرا على حسن الظن في انكم انتو يعني شفتوا فينا حاجة كويسة وحبيتوا تعكسوها للعالم. نتمنى انه نواصل لقدام، همنا يكون البلد ونمشي في السكة المد، وبلد تكون يعني احسن واحسن بكثير ان شاء الله. الله يديك العافية. طبعا احنا متأكدين انه بالزخم بتاعكم الجميل ده والكفاءة بتاعتكم دي هتنقلوها في اي حتة انتوا هتكونوا موجودين فيها. يعني يديك العافية، وشكرا لك كثير يعني انك جيتي، ويعني على مدى ساعتين حاجة ما سهلة، فكتر خيرك يعني، شكرا جزيلا. الله يخليك، تسلم ان شاء الله. هلا. طيب، انا ممتنة جدا لفترة
شغلي في الحكومة الانتقالية. يعني أنا كنت دائما بقول إنه إنه الزول بيساعد باللي بيقدر عليه. في فترة المظاهرات ساعدنا بإننا نطلع نكون كتار نجيف ترس نعمل حاجات بتساعد المرحلة ذاك المرحلة الفاتت. المرحلة الحالية هي مرحلة البناء، مرحلة التأسيس، فمفروض إحنا نستقلها بالحاجة اللي إحنا بنعرفها بننفع فيها وبنقدر ندي فيها. فممتنة جدا إني كنت جزء من الحكومة الانتقالية، إني ما كنت بس زولة قاعدة بنظر بدي تعليقات، ودي فرصة أنا لقيتها. يعني ما كل الناس لاقي الفرصة والحمد لله. أنا سعيدة جدا 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 إني أكون جزء أو إني كنت جزء من الطاقم الوزاري بتاع الباش بقيادة الباشمهندس هاشم بن عوف وعسكر فيصل. يعني أي نعم إن الفترة كانت صغيرة وبسيطة، كم شهر، لكنها كانت بقدر سنين، يعني مليانة بالتجارب، تحديات ومعارف، معارف في حتة بعيدة جدا عن مجالي. بس بتمنى إنه الفترة الجاية تكون فترة فيها دعم لحقوق النساء، يكون فيها حساسية جندرية من ناحية كتاباتنا حتى في الفيسبوك، من بعد ذات لناحية تنفيذ مشاريع، من ناحية إدماج أكبر للنساء للمجتمع، ونحن نموذج أو بنعرض في نموذج بتاع نساء قادرات فقط. يعني إحنا ما بنقول إن النساء قادرات، لا، إحنا بنعرض في نموذج بتاع نساء قادرات، وشايفين إحنا برانا إنه نساء قادرات في المزارع، قادرات في 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 البناء، في الريف، في حتات كثيرة. فشكرا جدا باش مهندس ياسين والهيثم والاستاذ انور دفع الله للاستضافه، وكتر خيركم. شكرا شكرا جزيلا. طبعا اكيد يعني لازم، يعني لازم الصوت بتاعكم ده يعني يعلى، وانتم لانه موجودين وانتم عندكم الكفاءه، انتم عندكم القدره يعني تعملوا كل شيء. يعني وشفنا يعني اسي ما شاء الله طاقم ما سهل، يعني ما شاء الله كله جله من نساء البلد الحبيبي. يديكم العافية وشكرا لكم كثير. ويعني دي يا جماعة بس سمحت لي بس يا ياسين. نعم تفضلي. إضافة بسيطة، يمكن بس في بعض الناس أنا يعني ده لو برضو أوصل لهم شكر. يعني عندنا من أهم الأعمدة اللي كان موجود معنا في الوزارة هو السيد الوكيل دكتور معاوية علي خالد، يعني ممكن نقول عليه هو الثائر الروح وروح الشباب، الثورة، الحب دائما بنستمد منه، حبه للوطن وغيرته على الوطن بصورة أساسية. فبنحييه من هي تحية كبيرة جدا. برضو باقي الزملاء نزار، أنا بس ما كنت حابة إني أنسى شخص في كل الطاقم العمل على مستوى الوزارة كلهم، يعني لو كنت نسيت شخص يعني دار أوصل لهم كلهم التحية. لكن عايزة أخص التحية منظمة التنمية العمرانية، يعني بصورة أساسية، وأفتكر إنها من النماذج اللي ممكن نقدمها للمجتمع بصورة أساسية على حاجة قامت من فكرة بتاعت مبادرة ومن تجمع لأن تصبح منظمة مؤسسة، والآن هي بتقدم برامج لحكومة الفترة الانتقالية. أنا عايزة بس أقول إنه الآن يا هيثم في برنامجين أساسيات قد يتقدموا عبر منظمة التنمية العمرانية، والبرنامجين هو برامج بتاع التدريب، واحدة منهم برنامج هو يسمى برنامج الايديا مابس، وده موجه للتخطيط لمناطق النازحين، والبرنامج الثاني اسمه ترانسفورميشن، وهو فكرة الأساسية إدارة التغيير للمؤسسات الحكومية في الفترة الانتقالية. فدالي نقول إنه برضو المجتمعات تحت المنظمات المجتمع المدني والمهنية أو أول تخصصات مختلفة عندها دور كبير جدا ممكن تلعبه في الانتقالية بصورة أساسية. فده يعني تحية كبيرة جدا للمنظمة من هنا، وربنا يديها العافية. شكرا شكرا جزيلا. يعني تحية ليك، يعني وتحية للباشمهندس هشام بن عوف وكل الطاقم الجميل. يعني استلهمنا منه والله حاجات جميلة. يعني ما تتخيلوا الناس بعد الحلقة دي الواحد بيكون يعني البطاريات بتاعته شحن الطاقة إيجابية كيف يعني. فكتر خيركم، ونحيي المرأة السودانية أينما حلت بمناسبة يوم المرأة العالمي، وأي صوت زار بالأمس خيالي طاف بالقلب وغنى للكمال وزاع الطهر في دنيا الجمال
وأشاع النور في سود الليالي، إنه صوتي أنا، إنه ابنة النور أنا، إنه صوتي أنا زاده العلم سنة. أو تدري من أنا؟ هي المرأة السودانية بكامل يعني وجودها في المجتمع. شكرا لكم كثير وكثر خيركم، وإلى أن نلتقي في يعني جلسة